اوكي نبلش. السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. انا زميلكم محمد شطناوي طالب طب سنه ثالث. اليوم ان شاء الله راح نشرح المحاضره الاولى من الرينال سيستم. ورينال سيستم يا اخوان هو عباره عن بارتين، هذا البارت اللي وراه، وبعديه ان شاء الله بنكون هيك خلصنا ايش مات السكند كامله. المحاضره سهله وحلوه وبتجنن، والمحاضره الجايه ان شاء الله راح تكون مالها شوي دسمه وراح تشرح المصطلحات راح نحكيها في هاي المحاضره. نبلش وما لما نأخر كثير بالوقت. Renal system. The renal system is one of the most important systems in our body and is mainly responsible for waste elimination. سؤال: Renal system شو وظيفته؟ Formation of urine. احنا بنعرف وظيفة Renal system، وظيفة الكلية هي انه تصنع اليورين، صح؟ هذا اليورين اللي او البول يعني، هذا اليورين سيتم اخراجه الى خارج الجسم عشان نقدر احنا نحافظ على التوازن داخل جسم الانسان من ناحيه السوائل، من ناحيه الالكترولايتس، من ناحيه الايونز، من ناحيه السولز، كل هاي الشغلات بيتم اخراجها عن طريق مين؟ عن طريق اليورين، اوكي؟ وبالتالي اهم وظيفه للرينال سيستم is responsible for waste elimination through urine. حلوين؟ ما هي الفانكشنز تبعت اليورينري سيستم؟ لما يحكي لك يورينري سيستم هي نفسها الرينال سيستم يا اخوان، اوكي؟ ما هي الفانكشنز تبعت اليورينري سيستم؟ اول شيء contributing to homeostasis، بحافظ وله يعني خاصية جدا كبيرة وله دور جدا كبير في الهوميوستاسيس والتوازن داخل جسم الإنسان. regulatory function أي أنه يعمل على تنظيم هذا الهوميوستاسيس ويعمل تنظيم اللي هي تركيز المواد داخل جسم الإنسان. بكل بساطة كيف الurinary system يعمل على المحافظة ويعمل اللي هي وله دور كبير في الهوميوستاسيس؟ بقول لك maintaining the proper osmolarity of body fluids. شو معنى كلمة osmolarity؟ إذا تذكروا مات الفيرس، كلمة osmolarity معناها the concentration of all ions، تراكيز كل الأيونات الموجودة في الدم، أوكي؟ معنى osmolarity. واحنا بنعرف انه هاي الايونات كيف يتم تخلص منها الى خارج الجسم؟ عن طريق اليورين. وبالتالي احنا عن طريق اليورينري سيستم قاعدين بنتحكم بتراكيز هاي الايونات. لما نحكي بنتحكم بتراكيز هاي الايونات يعني احنا بنتحكم بايش؟ بالاوزمولاريتي اوف بودي فلويدز، تمام؟ وبالتالي اول شيء بالهوميوستاسيس عن طريق بتحكم بالهوميوستاسيس عن طريق اللي هي التحكم في الاوزمولاريتي اوف بودي فلويدز. ثانيا مينتيننج بروبر بلازما فوليوم. سؤال: اليورين على اي شكل بيكون؟ صلب ساء ولا غاز؟ والله هذا يعني والله مثلا السؤال استغفر الله اكيد راح يكون سائل، وبالتالي قاعد بيطلع ايش منه؟ سائل الى خارج الجسم. وبالتالي احنا قاعدين ايش بنتحكم داخل جسم الانسان؟ بكميه الماء وكميه السائل الموجوده في الدم، لانه في النهايه احنا البلازما او الدم سيدخل الى الكليه، راح يصير له فلتريشن وفلتره، وراح يطلع منه اللي هو شويه مي على شويه اللي هي اشياء اللي هي ما بدناش اياها من اللي هي مواد اكيد اللي هي زي اليوريا، يوريك اسيد نحكي لها قدام ان شاء الله، ويطلع كليه على شكل يورين، صح؟ حلوين. وبالتالي احنا قاعد بيطلع عنا ماء في اليورين، وبالتالي احنا عن طريق هذا الماء احنا قاعدين نتحكم بالبلازما فوليوم، وبالتالي مينتيننج بروبر بلازما فوليوم، ونحافظ البلازما فوليوم يكون ماله ثابت داخل جسم الانسان. And it's important to maintain the blood pressure. اذا احنا حافظنا على حجم الدم، احنا شو قاعدين بنحافظ هون؟ بنحافظ على ضغطه، على ضغطه. عشان شو ضغط الدم احنا عندنا؟ ضغط الدم عباره عن كارديك اوتبوت ضرب التوتال بريفير ريزيستنس. والكارديك اوتبوت على ايش بيعتمد؟ على الستروك فوليوم. شو الستروك فوليوم تبع القلب؟ اللي هو حجم الدم اللي نضخه، يعني مقصود فيها في النهايه راح ترجع لحجم الدم، اوكي؟ ثالثا helping to maintain a proper acid balance، وهي معلومه جدا جدا مهمه يا اخوان. الكليه او اللي هي urinary system او urinary system بشكل عام كلياته قاعد بيساعدنا عشان نحافظ على اللي هو البالانس والتوازن ما بين الاسيدز والبيسز داخل جسم الانسان، حيث ان الحموض والقواعد الموجوده عندنا في الدم يتم التخلص منها عن طريق مين؟ عن طريق اليورين، تمام؟ واتوقع ما فيش اي شريحه زياده عليها. اذا احنا نقدر نتخلص من هاي الاسيد والبيس عن طريق اليورين، فاحنا قاعدين نقدر نتحكم بكميه الحموض وكميه القواعد التي ستخرج مع هذا اليورين، وبالتالي احنا بنقدر نحافظ بكل بساطه على الاسيد بيس بالانس، اوكي؟ لما نحكي اسيد بيس بالانس احنا قاعدين نحكي عن بي اتش اوف بلاد، اوكي؟ هاي المقصود فيها. Important for normal cells functions and metabolic reactions، وبالتالي هي مهمه كثير للنورمال سيلز فانكشنز، عشان احنا بنعرف واخذنا هاي الشغله معلومه في الفيرست انه اذا البي اتش زاد كثير او البي اتش قل كثير هذا سيؤدي الى تدمير الخلايا وعدم قدره الخلايا انه تسوي ايش النورمال فانكشن تبعها، بالاضافه الى الميتابوليك فانكشنز. حتى الميتابوليك فانكشنز عندنا في جسم الانسان تحتاج الى بي اتش معينه لازم يكون جسم مرتبط فيها. طيب شو البي اتش الطبيعي يعني في جسم الانسان؟ بقول لك هي من 7.3 ل 7.5 كافرج، كمعدل 7.4. فبقول لك the strongest and the slowest system for pH control keeps it almost 7.4. حلوين. وهي معلومه كثير مهمه يا اخوان. اليورينري سيستم it is the strongest، وهو اقوى ايش؟ اقوى اللي هو regulator for the pH، اقوى منظم للبي اتش، اوكي؟ but it is the slowest system، يعني
اقصد اذا احنا صار في عندنا تغير في بي اتش مفاجئ في جسم الانسان، واحد غرز فيك ابره وحط فيه سائل اللي هي مثلا اسيدك، تغير البي اتش فجاه، هنا الكدني واليورين سيستم مش راح يقدر يشتغل بسرعه كثير لانه هو شغله سلو، وبالتالي مين راح يشتغل عندنا؟ اذر سيستمز ان ذا بودي عشان تحافظ على البي اتش ثابت. البي اتش يا اخوان هو من اكثر الشغلات الموجوده داخل جسم الانسان اللي بيتحكم فيها سيستمز عندنا. البي اتش لازم ينحافظ عليه، لازم يتم الحفاظ عليه بالرينج تبعه اللي من 7.3 7.5، لا يطلع ولا ينزل، عشان في حاله انه تغير راح يتغير عندنا عمل النيورونز، واذا هاي والله اذا ما دمر كمان مراحل هذا البي اتش للدماغ سيؤثر على النيورونز في الدماغ ويدمر النيورونز في الدماغ. وهنا اخذنا بالنيرف سيستم انه النيورونز هل يمكن تجديدها؟ ما بصير في تجديد، دمر النيورون في الدماغ يعطيك العافيه على المقبره، خلاص فيش مكان وش ثاني بيجي، وبالتالي البي اتش لازم نحافظ عليه فيش بالرينج تبعه. واخر شيء عفوا اللي هي الشيء الثاني غير اللي هو الهوميستاسيس، اذن اكسكريتنج ويست اوف بودي ميتابوليزم هرمونز اند ماني فورين كومباوندز. اكيد احنا قاعدين بنطلع باليورين، اليورين ايش قاعد بنطلع فيه؟ قاعدين بنطلع منه ويست اللي هي الفضلات الناتجه عن بودي ميتابوليزم، بنطلع فيه الهرمونز بعد ما نخلص منها ونخلص اللي هي من وظيفتها، اند ماني فورين كومباوندز اللي هي الادوات، بعض الامور الغريبه اللي هي دخلت جسم الانسان. زي ايش ماني فورين كومباوندز يا اخوان؟ المقصود فيها الادويه، بين قوسين الادويه. احنا الادويه لما تفوت جسم الانسان راح يصير لها ميتابوليزم داخل الليفر، بعدين تنتقل عن طريق الدم تروح على الكدني، معظمها تروح على الكدني ويصير لها اكسكريشن بالكدني، يعني تخرج عن طريق اليورين. هم اقصد بالفورين كومباوندز اوكسي اللي هي اكسكريتوري فانكشن، اي تعمل على ايش؟ الاخراج ميتابوليك ويست برودكتس. هاي الفضلات اللي حكينا قبل شويه، ايش هاي الفضلات؟ بكل بساطه تقسم الى ثلاثه اقسام هاي الفضلات يا اخوان، اليوريا، اليوريك اسيد، والكرياتينين. اليوريا هي عباره عن الماده الناتجه عن البروتين ميتابوليزم، البروتين ميتابوليزم تمام. واحنا بنعرف البروتينز وين اكثر مكان في الجسم يتم تصنيع البروتينات فيه؟ في الكبد، في الليفر. وبالتالي اليوريا وين اكثر مكان سيتم صنعه؟ mainly produced in the liver صح؟ اللي طبعا البروتينز mainly produced in the liver راح يصير لها ميتابوليزم، وبالتالي ايش راح يتكون عن ميتابوليزم تاع البروتينز؟ اليوريا. طيب اليوريك اسيد، اليوريك اسيد انتبه انه يختلف عن اليوريا يا اخوان، اوكي اليوريك اسيد اشي واليوريا اشي اخر، ده حماده ده حماده ثاني خالص. اليوريك اسيد هو from nucleic acid metabolism، وبالتالي صار اليوريا from protein metabolism، اليوريك اسيد from nucleic acid metabolism. مبينه اليوريك اسيد من مين؟ الاسيد، من الاسيد، ما بدهاش علم، اليوريك اسيد جاي من النيوكليك اسيد، اوكي. والكرياتينين ناتج عن مين؟ عن المسل ميتابوليزم، يعني عن تكسير اللي هو مين؟ المسلز، اوكي؟ وبالتالي اليوريا صارت عن تكسير البروتينز والبروتين ميتابوليزم، اليوريك اسيد عن تكسير او اللي هي النيوكليك اسيد ميتابوليزم، والكرياتينين هو ناتج عن ماذا؟ عن تكسير عضلات او المسل ميتابوليزم، تمام؟ اذا صار في عندنا اول شيء هوميوستاسيس، اللي هوميوستاسيس يقسم الى ثلاث اقسام حكينا، اللي هو المحافظه على الاوزمولاريتي، المحافظه على بلازما فوليوم، وبالتالي المحافظه على البريشر، وفي النهايه اهم وحده المحافظه على الاسيد بيس بالانس، اوكي؟ وبعدين اكسكريشن اوف ويست برودكتس مع فورين كومبوزيت هرمونز. طيب ايش هاي الويست برودكتس؟ حكينا اليوريا الناتج عن البروتين ميتابوليزم، اليوريك اسيد ناتج عن النيوكليك اسيد ميتابوليزم، والكرياتينين الناتج عن المسل ميتابوليزم. اذا انت حفظت ان اليوريك اسيد النيوكليك اسيد، وحفظت ان الكرياتينين يا اخوان هو يعني حطوها حلقه بذانكم عشان راح تستخدموها كثير لقدام ان شاء الله في السيستمات، ان الكرياتينين انه اذا تراكم كثير في الجسم راح يسوي عندنا امراض عديده. طيب من هاي يعني خلاص ما فيش داعي افوت فيها عشان ما بديش اطول الفيديو. الكرياتينين هو يعني اذا تراكم في الجسم يؤدي الى امراض عديده، اوكي؟ وبالتالي ضلكوا اعرفوا ان الكرياتينين ناتج عن المسل ميتابوليزم. بضل عندك مين؟ اللي هو اليوريا الناتج عن مين؟ البروتين ميتابوليزم. حلوين. الوظيفه الثالثه اللي هي producing erythropoietin. erythropoietin. erythropoietin ارن. erythropoietin يا اخوان هو عباره عن هرمون تنتجه الكليه. هرمون تنتجه الكليه. هذا الهرمون بيروح على الدم، ومن الدم بيروح على وين؟ على البون مارو او اللي هي على العظم، نخاع العظم. هسه انتم بتعرفوا من قبل، اتوقع اخذتوها بالبايو كيم، والله ما بعرف من ماخذينها انتم، ولكن اتوقع بتعرفوا من قبل انه البون مارو او نخاع العظم هو المكان الرئيسي لانتاج ماذا؟ لانتاج الريد بلاد سيلز، لانتاج الدبليو بي سيلز، لانتاج كل هاي الخلايا اللي تكون بالدم منتجه بيصلها من مين؟ من نخاع العظم، من البون مارو، تمام؟ وبالتالي احنا عندنا الكليه ستفرز هرمون اسمه يوريثروبويتين، هذا الهرمون سيذهب الى البون مارو وبيعمل ستيميوليشن وتحفيز للبون مارو انه ينتج ايش؟ ريد بلاد سيلز.
بين قوسين واختصار يوريثروبويتين يحفز انتاج الريد بلاد سيلز. بس ايش الرنين؟ تذكر الرنين حكيناه في السي في اس، الرنين اللي يفرز وبيروح على الانجيوتنسين وبيسوي انجيوتنسين 2 وبعاض اللي هو نقصان بلد بريشر، راح يحكي لك قدام في هاي المحاضره كمان. فتقلقوش، اليوريثروبويتين يا اخوان بيحكي لك is concerned with urethropoiesis. يا اخوان كيف تحفظه؟ يوريثرو معناها اللي هي رد بلد سل، وين ما تسمع كلمه يوريثرو معناها رد بلد سل، بويسز معناها انتاج، اوكي معناها انتاج او اللي هي برودكشن، بريسس برودكشن اوف ذا ريد بلاد سيلز، اوكي. وبالتالي هذا يوريثروبويتين يذهب وبيسوي ستيميوليشن وتحفيز للبون مارو انه ايش يسوي؟ برودكشن اوف ار بي سيز، اوكي. رينين از ا بارت اوف ذا رينين انجيوتنسين انجيوتنسينوجين انجيوتنسين سيستم، رينين الدوستيرون عفوا رينين الدوستيرون انجيوتنسين سيستم، اتس امبورتنت فور ان اي بلس ريتينشن. واحنا بنعرف بانه كل هذا السيستم اللي عندنا من انجيوتنسين 2 من الدوستيرون من ان كل هذا يؤدي في النهايه الى ماذا؟ الى زياده البلد بريشر في حال انه نقص، صح؟ وبالتالي هو قاعد بيزيد لنا الان اي بلس ريتنشن وقاعد بيحافظ على ان اي بلس يضل وين؟ داخل الجسم، يعني ما يطلع الى برا الجسم. طيب اذا احنا الان اي بلس ضل داخل الدم، احنا بنعرف بانه احنا عندنا اللي هو المي بتلحق الصوديوم، صح؟ وبالتالي المي اللي قاعده بتطلع مع اليورين كلياتها او معظمها وين راح تروح؟ راح تروح تلحق الصوديوم على الدم، وبالتالي داخل الدم حجم الماء راح يزيد. وبالتالي اذا احنا الضغط عندنا قل، هذا الرينين سيفرز، سيؤدي الى تحفيز الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 سيتم اللي هي تحويله الانجيوتنسين 2 عن طريق الايس الموجود في اللنجز اللي بتتذكروا. هذا الانجيوتنسين 2 مع الالدوستيرون راح يروح يسوي ايش؟ راح يسوي زياده في الان اي بلس ريتنشن ونقص وزياده الان اي بلس موجود في الدم، وبالتالي زياده حجم الماء في الدم وزياده حجم الدم في النهايه انه بحيث يرجع البلد بريشر ماله الى حالته الطبيعيه، اوكي. وميتابوليك فانكشنز في النهايه الا وهي كونفيرتينج فيتامين دي تو ذات اكتيف فورم وغلوكونيوجينيسيس، راح كان هاي صراحه شويه. هسه اول شيء converting vitamin D to an active form. The vitamin D we get from the diet or produce in our skin cells must be activated in the liver then in the kidneys. يا اخوان الفيتامين دي احنا بنقدر نسويه من شغلتين، صح؟ نطلع لبرا على الشمس والخلايا اللي هي موجوده عندنا في الجلد راح تسوي لنا فيتامين دي، او عن طريق اللي هي السبلمنتس وعن طريق اللي هو الغذاء اللي انت بتاكله. هذا الفيتامين دي اللي قاعد بتكون عندنا يا اللي هو بالجلد او تاخذه من برا لازم يصير له activation، لازم يصير له ايش اللي هو لازم يكون activation in the active form عشان تقدر والله خلايا اللي هو جسمك تستفيد منه. طب كيف بسله activation وتحفيز؟ بكل بساطة أول إشي بسله activation بالليفر. الاكتيفيشن تبعه عبارة عن two processes اللي تاخذوها لقدام بإذن الله بيكم، ما عرفت تاخذوها أصلا ولا لا. اللي هي الفيتامين دي سيتم اللي هو الاكتيفيشن تبعه عن طريق طريق اللي هي two processes ورا بعض. أول إشي بيروح الفيتامين دي على الليفر، بصير له هناك activation in the phase one، بعدها برجع بلف بروح على الكيدنيز وبصير له activation هناك. وبالتالي إذا ما راح على الكيدنيز من الفيتامين دي راح يكون inactivated وراح يصير أنت في عندك نقصان في الفيتامين دي في الجسم، وهذا الشيء يؤدي إلى أمراض عديدة عندك في جسم الإنسان، أوكي. حلوين. وبالتالي converting of vitamin D to its active form هاي واحد بالmetabolic functions. ثانيا gluconeogenesis. يا اخوان glucose من glucose، neo اي جديد، new، genesis اي صنع، اي صنع جلوكوز جديد. شو المقصود بصنع جلوكوز؟ ليش ما اقول لك والله glucogenesis؟ ليش ما اقول لك والله ليش هات كلمه نيو انه جديد؟ لان شو بحكي لك؟ production of glucose from ايش؟ non glucose sources، وهي حطوا لي عليه مليار خط like amino acids and it's important in fasting and starvation. احنا حكينا نيو جينيسيس لانه جاي من نان جلوكوز سورسز. احنا بنعرف بانه احنا داخل جسم الانسان يتم الجلوكوز تخزينه على شكل الجلايكوجين داخل الليفر وداخل المسلز، صح؟ تمام. تكسير الجلايكوجين عشان يعطينا جلوكوز هذا مش اسمه، لا يعتبر جلوكونيوجينيسيس. هذاك تكسير الجلايكوجين عشان يعطينا جلوكوز اسمه جلايكوجين لايسيس. جلايكوجين لايسيس اي تكسير الجلايكوجين عشان يعطينا جلوكوز. طيب شو الفرق بين جلايكوجين لايسيس وما بين جلوكونيوجينيسيس؟ الجلايكوجين لايسيس احنا عندنا جلايكوجين كسرناه واعطانا سكر. كيف انت تفكر فيها؟ انت عندك قطعه سكر مربعه كسرتها اعطتك جزيئات سكر صغيره، حرفيا زي هيك، هذا جلايكوجين لايسيس. بينما جلوكونيوجينيسيس احنا عندنا مواد ليس لها علاقه بالجلوكوز زي الامينو اسيدز زي الليبيدز زي الفاتس،
هذول المواد داخل الخلايا سيتم تحويلها بطرق كيميائية عديدة بحيث تحويل هذه النن جلوكوز ماتيريال إلى ماذا؟ إلى جلوكوز، عشان هيك سموها نيو، أي أنها أنتجت فروم سكراتش. ما كان والله أنا عندي كتلة جلوكوز كبيرة وكسرتها، لا، أنا عندي مادة جدا مختلفة عن الجلوكوز حولتها إلى جلوكوز كأنه إيه، إنه يكون إشي جديد تماما. حلوين؟ تمام. البدي فلويد ريجوليشن، وهذا معظم الحكي راح احكيها سوا عباره عن حكي كنا بنعرفه ايش من الفيرس وحكي ولاد صغار. البدي فلويدز ار فاوند ميلي ان تو كومبارتمنتس، احنا عندنا سواء داخل الانسان موجود في تو كومبارتمنتس، يا انتراسيلولر داخل الخلايا يا اكستراسيلولر خارج الخلايا. اوكي، والاكستراسيلولر فلويد احنا حكينا انه يقسم الى مجموعه اقسام، اهمها البلازما والانترستيشيال فلويد. واذا تتذكروا بالفيرس كمان تم شرح انه والله كمان موجوده في مكانين اللي هي ايش، الترانسيلولر فلويد والليمف، ولكن هذا مش مطلوب منا اصلا. معظم الكتب تعرف والله كاتب لك بحرف الواحد انه اكستراسيلولر فلويد از كومبوزد فروم بلازما اند انترستيشيال اونلي، بس هيك. الترانسيلولر والليمف وين راح؟ الله اعلم. The urinary system deals with the plasma as it filters the blood to get rid of the metabolic waste. So eventually the food we ingest and the metabolic waste will reach the plasma and then be eliminated. شو المقصود بهذا الحكي؟ البكيك اليورين سيستم عندنا اللي هي من كلية الى كل اجزاء اليورين سيستم، it will deal with the plasma. عشان احنا حكينا اللي يتم فلترته ما هو؟ الدم. الدم مكون من ايش؟ من البلازما، صح؟ وبالتالي البلازما هي الاشي اللي هي الكدني او اليورين سيستم راح يشتغل عليه. يعني المقصود هل الكليه او هل اللي هو نحكي يورين سيستم بشكل عام، هل الرينال سيستم او يورين سيستم راح يشتغل على الانترستيشيال فلويد؟ اكيد لا. هل راح يشتغل على الانترستيشيال فلويد؟ اكيد لا. على مين راح يشتغل؟ على البلازما. اوكي، as it filters the blood to get rid of metabolic wastes. عشان احنا بنعرف كل الويست برودكتس وكل الامور التي يتم اللي هي عن انتاجها عن طريق الويست من الخلايا تذهب بالنهاية إلى مين؟ إلى الدم. وكيف يتم إخراجه خارج الجسم؟ عن طريق طريقين، يا فيسيز يا اللي هي مين؟ اليورين. طبعا واحد بيجي بيحكي لي طبعا أكيد هي كمان عن طريق اللي هي غازات السي أو 2 عن طريق اللنجز وعن طريق السكن بالسويت، ولكن بشكل أساسي اللي هي مواد كبيرة زي الأيونز والشرات تم إخراجها عن طريق الفيسيز يا اللي هو إيش، اليورين. بشكل أساسي مين؟ اليورين. اوكي، سو ايفينشلي ذا فود وي انجست اند ذا ميتابوليك ويست ويل ريتش ذا بلازما. كل الاكل احنا بناكله وكل الويست برودكتس قاعده تنتج عن طريق الخلايا راح توصل للبلازما في النهايه، اند ذن بي اليمينيتد باي ذا يورين سيستم، ويتم اخراجها والتخلص منها عن طريق مين؟ اليورينري سيستم. حلوين حلوين. اوكي، فيسيولوجيك اناتومي، نحكي شوي عن اناتومي عن الكدني ولكن بالناحيه الفسيولوجيه. ما شاء الله كلمات كبيره. نكمل. Each kidney is supplied by renal artery and renal vein. الكدني زي اي عضو اخر داخل جسم الانسان يا اخوان، في له artery بيجيب له nutrients والاكسجين، وفي منه vein بيطلع منه الويست برودكتس والاشياء اللي بدهوش اياها. بالتالي It's supplied by the renal artery and ايش؟ the renal vein. حلوين. The kidney acts on the blood, the plasma flowing through it. وحنا حكيناها معلومة من قبل. الذي يتم فلترته هو ايش؟ البلازما في الدم. تمام. As urine is formed, it drains into the renal pelvis and is channeled into the ureter. شو المقصود بهاي المعلومة؟ طلع علي يا اخوان هون. احنا عارفين انه والله الكدني في عندك هاي البرة اسمها كورتكس، وفي عندنا هذا بالنص جزء هذا اسمه مدلة، صح؟ سيتم تكوين اليورين في هذه المنطقة اللي هي بالكورتكس والميدلا. اوكي، بعدين يتجمع بعدها يجي على منطقة هون اسمها، شايفين هاي اللي هي التفرع الطالع من كل مثلث، هذا اسمه ماينر كلايسي. اوكي، ماينر كلايسيز. الماينر كلايسيز هاي تتجمع لتكون ثلاث كبار اسمهم ميجر كلايسيز. اوكي، وهذول الميجر كلايسيز بتجمع مع بعض يكون ستراكشر واحد كبير بالنص، شو اسمه؟ رينال بلفيس. حلوين. وبالتالي في نهاية الأمر وفي نهاية تجمع اليورين وتكونه داخل الكدني سيتجمع في هيك زي تجويف كبير داخل الكدني اسمه ايش؟ رينال بلفيس. من رينال بلفيس هذا أول ما يطلع من الكدني سيطلع على شكل ايش؟ يوريتر. ونحن بنعرف هذا اليوريتر راح يظل مكمل لتحت انه يوصل لمين؟ هيو رينال بلفيس يظل مكمل كيوريتر تيوصل لمين؟ لليورينري بلادر. حلوين حلوين. بيجي بقول لك the urine is stored in the bladder, it is emptied periodically through the urethra.
وبالتالي سيتم تخزين اللي هو اليورين داخل هذه البلادر، وهذا اللي يتخزن انه والله يتوسع البلادر وتصير مالها اوفر دايليتد. هناك راح يبلش اليورين يطلع لبرا عن طريق ماذا اللي هو في النهايه اليوريثرا او هو الاحليل. اوكي، وبحكي لك the urethra serves as the urinary and the reproductive tracts in males. احنا طبعا نعرف اللي هو اليوريثرا actually works as the urinary ايش اللي هي الذي اللي هو عباره عن جزء الذي يخرج منه اليورين في نهايه المطاف داخل الانسان سواء in males او in females. ولكن in males this urethra actually also serves كايش كاليورينري and reproductive tracts، يعني هي بتشتغل كreproductive tracts عشان تنقل السيمن الى خارج الجسم، ويورينري tract عشان تنقل اليورين الى خارج الجسم. The cardiac output is about 5 liters per minute. 5 liters per minute. And the kidneys receive large amounts of blood flow. تقريبا 22% من الكارديك اوتبوت. اخواني معلومه جدا جدا مهمه. احنا عندنا بنعرف الكارديك اوتبوت قديش بشكل طبيعي بيكون. الكارديك اوتبوت 5 لتر كل دقيقه، تمام؟ بحيث انك 22% من هذا الكارديك اوتبوت يذهب الى من؟ الى الكدني. طيب ليش الكميه الهائله هاي بتروح للكدني؟ الكدني عدم مؤاخذه كحجم يعني مش كثير كبيره، اوكي يعني هي يعني مثلا مقارنه مع الاعضاء الاخرى ممكن يكون كحجم انه عاديه، انه افريج، مش صغيره ولا كبيره. طيب ليش قد جايها البلد سبلاي؟ بكل بساطه لعشان نقدر نفلتر كل الدم باسرع طريقه ممكنه. يعني انت قاعد بتحكي تقريبا اقل من 5 دقائق، كل اقل من 5 دقائق قاعدك الدم بتفلتر كامل. اقل من 5 دقائق الدم كامل قاعد بتفلتر عندك. عشان تخيل انت بكل دقيقه قاعد بتفوت 1100 مللتر عندك على اللي هو الكليه. اوكي، احنا عندنا بجسم الانسان عندنا 5 لتر، عندنا 5 لتر دم. انت لو انك بخمس دقائق قديش بتفوت؟ 5 لتر ونص، يعني تقريبا حرفيا كل 5 دقائق قاعد بتفلتر كل دم الجسم. اوكي، وبالتالي 22% of the cardiac output يذهب الى الكليه وهو عباره عن كميته 1100 مللتر 1100 مللتر per minute. The kidneys are covered by a fibrous capsule that protects the structure of the kidney. الكدني لو تطلع عليها من برا راح تطلع في عندك انت fibrous capsule، في عندك كبسول مكون من fibrous tissue. اذا هذا الفايبرس تيشيو الذي يحيط في الكاف في الكدني شو وظيفته؟ تو بروتكت ذا كدني فقط لا غير. اوكي، ولما تطلع الكدني انت يو كان اكشلي ايزلي سي ذات ذا كدني ار كومبوز اوف تو مين بارتس. طلع الكدني من جوا، قص الكدني وطلع عليه من جوا، بتعرف انك تو مين بارتس كثير مبينات، اللي هي القشره الخارجيه هاي اسمها كورتكس، وفي الداخل هذا الجزء اللي هو اسمه ايش؟ الميدلا. الاوتر كورتكس اي الكورتكس الخارجيه، والانر ميدلا اي الميدلا جاي ايش؟ في الداخل او بالنص. وذن ذا ميدلا انت داخل الميدلا يو كان اكشلي سي ا تراي angular shaped structures. انت بتطلع على المدلة بتلاحظ في عندك هاي مثلثات، صح؟ هاي مثلثات شو سميناها احنا؟ رينال بيراميدز. ليش رينال؟ رينال عشان في الكدني، وبيراميدز شكلها زي البيراميد. سبحان الله، والله انا مبدعين. رينال بيراميدز، اذا هاي المثلثات اسمها رينال بيراميدز موجودة في المدلة، واللي فوقيها ايش موجود؟ اللي هي الكورتكس. تمام. نفوت على النفرونز. النفرونز يا اخوان هي عبارة عن الجزء من الكدني المسؤول عن تكوين اليورين، تمام؟ وهو المسؤول عن فلترة الدم. وهنا بنعرف بشكل أساسي شو وظيفة اللي هو الكدني، تسوي فلترة للدم، صح؟ هاي وظيفتها الأساسية. وبالتالي النفرونز are the functional units of the kidney. واحد سألك سؤال the functional units of the kidney are، بتحكي له النفرونز وبضل لك ايش؟ ماشي، بتحكي لك معلومة انه كل كلية in each kidney there is actually 1 million نفرونز، تمام؟ واحكي لكم معلومه حلوه، جسم الانسان لا يحتاج اكثر من 1,000,000 نفرون عشان ايش يقدر يضل عايش، يعني انت 1,000,000 نفرون بكفوك وزياده كمان. عشان هيك اذا واحد صار في عنده كدني فيلير اللي هي باي لاتر المقصود فيها باي لاتر كدني فيلير انه والله الجهتين على الجهتين الكدنيز صارهم فيلير وتدمروا وبطلوا يشتغلوا، ممكن والله اي واحد عنده نفس فصيله الدم يروح ايش يتبرع بالكليه تبعته لهذاك وراح يضل عايش طبيعي وكل حياته تمشي زي ايش؟ زي اللوز. طيب ليش؟ ما هو فقط كليه، كيف والله بعده عايش بكليه واحده؟ بكل بساطة انه كل كلية فيها 1,000,000 نفرون واحنا نحتاج فقط 1,000,000 نفرون عشان ايش؟ نظلنا عايشين. وبالتالي عشان هيك الرينال ترانسبلانت هي من اكثر عمليات الترانسبلانتيشنز اللي بتصير على وجهك الارضية. اوكي؟ تايبس اوف نفرونز، احنا في عندنا نوعين من انواع النفرونز، انكم لاحظين في عندنا نوع، طبعا هيدا يا اخوان شايفين هاي اللي هي الفيزلز، هاي فيزلز من فوقيها عندك الكورتكس اللي هاي اللي هي القشرة. حتى بعرف ده انتوا اقرب لكم على الصوره شويه، شايفين في عندك هاي الفيزلز هاي الاحمر والازرق هاي عباره عن الفيزلز، لاحظين انهم فاصله حرفيا ما بين الميدلا وما بين الكورتكس، هي بالضبط نفس الشيء، انت مش مطلوب منك هسه بالتفصيل هاي كل المعلومات، اوكي؟ فوق هاي الفيزلز عندك كورتكس وتحت هاي الفيزلز في عندك ايش؟ الميدلا، في عندك هاد نوع وهاد نوع. النوع اللي بيكون معظمه في الكورتكس سميناه كورتيكال نفرون،
والنوع اللي بتلاقيه ملزق ملزق تلزيق بالمدلة وفيه جزء كبير منه داخل المدلة اسمه جكستا ميدلري نيفرون. نحكي لنا واحد واحد. الكورتيكال نيفرونز في الأول بحكي لك the glomeruli in the outer cortex and short loops of Henle extend only short distance into the medulla. أنت بتطلع على الجلوميرولاي. الجلوميرولاي ما هي وين موجودة؟ بالكورتكس من برا. حلوين. وهاي اسمها سؤال بعرفش عشان والله نكون كنا واضحين. إحنا نراجع بس إيش من إيش مكون النيفرون. احنا بنعرف بانه هذا الجزء اللي هون اسمه بومنز كابسول صح؟ بيطلع من البومنز كابسول زي انبوب هيك متعرج شو اسمه؟ بروكسيمال كونفولوتد تيبيول. بروكسيمال اي انه قريب على البومنز كابسول وكونفولوتد لانه متعرج وتيبيول لانه زي ايش؟ زي التيوب جاي. وبعدين بعد بروكسيمال كونفولوتد تيبيول بيطلع عنا زي هيك زي الهيد نزله وبعديها طلعه لوب لوب اوكي. هاي اللوب بسموها لوب اوف هنلي. واللوب اوف هنلي مكونه من جزئين انتم ملاحظين جزء نازل وجزء طالع. الجزء النازل بسموه ديسندنج لمب ديسندنج لمب والجزء الطالع اسمه اسندنج لمب. حلوين. بعد الاسندنج لوب اوف هنلي او بعد اللوب اوف هنلي كامل بيطلع عندك كمان تيوب زي هيك متعرج اسمه ايش؟ ديستال كونفولوتد تيبيول. ديستال انه بعيد عن الجلوميرولاي وكونفولوتد لانه متعرج وتيبيول زي التيوب فيها شكل كده. وبعد الديستال كونفولوتد تيبيول سيتم الصب في انبوب كبير اسمه ايش؟ كولكتنج داكت. وبالتالي جلوميرولاي بروكسيمال كونفولوتد تيبيول لوب اوف هنلي ديستال كونفولوتد تيبيول وكولكتنج داكت. حلوين. بيجي بقول لك انه والله الجلوميرولاي بالنسبة للكورتيكال نيفرونز موجودة في الأوتر كورتكس واللوب اوف هنلي إذا حاضرين والله هاي كل اللوب اوف هنلي بالكورتكس ما عدا جزء صغير منها فقط لا غير. It's like a short distance بتروح لوين؟ للمدلة. أوكي؟ Majority of the nephrons are cortical nephrons يا أخوانا. الكورتيكال نيفرونز هذول كلها موجودة في الكورتكس هي تكون معظم النيفرونز الموجودة عندنا في الكلية. إحنا حكينا في نوعين جاكستا ميدلري وكورتيكال. بقول لك 70-80% منهم كورتيكال و20-30% منهم ايش؟ جكستا ميدلري فقط. وبالتالي مين الاكثر وجودا؟ الكورتيكال. 95% من البلد فلو تو ذا كيدنيز از فور كورتيكال نيفرونز. هم معلومه كثير حلوه انه والله بيجي بيحكي لك والله اذا احنا عارفين انه احنا الرينال في رينال ارتري جاب لنا دم اوكي بيحكي لك 95% من هذا الدم اللي اجى في الرينال ارتري او تو ذا كيدنيز جوز تو ذس كورتيكال نيفرون. طيب واحد بيطلع ما هو نسبته بس 70-80% وهذا نسبته 20-30 المفروض انه والله كل النفرونز تاخذ بالتساوي صح؟ بحكي لك لا بحكي لك الكورتيكال نفرونز قاعده بتاخذ كميه دم اكبر من مين جكستا دم من جكستا ميدلري. عشان هيك انت عندك 95% بلد فلو اوف ذا كيدنيز لوين رايح؟ للكورتيكال نفرونز اوكي؟ بتلاقي انت ملاحظ اللي هي الكورتيكال نفرونز قاعده بتاخذ معظم البلد الجاي على وين؟ على الكيدنيز. هذا النوع الاول. النوع الثاني جكستا ميدلري اسمها ميدلري وبالتالي وين اللي هي اللوب في اللي معظمها وين موجوده داخل اللي هي المدلة. الجلوميرولاي از ذا انر از ان ذا انر بارت اوف ذا كورتكس اللونج لوب في اللي ويتش اكستند ديبلي انتو ذا مدلة. شو المقصود؟ انت عندك الجلوميرولاي بقول لك ان ذا انر كورتكس المقصود فيها انه هون موجوده هون هون تمام كيف موجوده حرفيا هون ها هون مكان اللي هو السهم يعني ملزقه تلزيق في المدله ان ذا انر كورتكس في الكورتكس الداخليه اوكي. فلاحظوا الجلوميرولاي جاي حرفيا ملزق تلزيق في المدله وفي الجزء الداخلي من الكورتكس. واللوب اوف هنلي لاحظ ان اللوب اوف هنلي هون اطول من اللوب اوف هنلي الموجوده هون. هاي خلوها براسكم كمان حلوه هاي المعلومه انه ذا لوب اوف هنلي ان ذا جكستا ميدلري نيفرونز از اكشلي لونجر ذان ذا لوب اوف هنلي ان ذا كورتيكال نيفرونز تمام. اند ذا لونج لوب اوف هنلي ده شو بحكي لك ات اكستندز ديبلي انتو ذا ميدله وجاي تقريبا كلياته ومعظمها داخل وين المدله. بلد فلو ثرو ذا فازا ريكتا ان ذا ميدله از سلو. هسه بحكي لك انه شايفين هذا اللوب اوف هنلي شايفين في عندك فيزلز حواليها. هاي الفيزلز يا اخوان هنشرح ان شاء الله قدام في المحاضره الثانيه عن عمليات اسمها ري ابزوربشن وسكريشن. هاري ابزوربشن وسكريشن بيجي بيحكي لك انه والله بعد ما يتفلتر الدم عندنا في الجلوميرولاي وبيطلع معه اللي هو بيطلع معه طبعا الفلتر الدم احنا مش فلتر بلازما تفلتر يعني ما بيضل بالبلازما شيء الا البروتينز والار بي سيز كل شيء بيوصل بلا قاعد بتفلتر من ايونات من امينو اسيدز من جلوكوز كله بيطلع هون على التوبيولز تمام. فبيمر بالبروكسيمال كونفيرت تيوبيولز هاي البروكسيمال واللوب فيلي والديستال عفوا. وهاي الفيزز الموجوده حول هذه اللي هي ايش التوبيولز كلياتها بتساعدها في عمليه اسمها ري ابزوربشن وسكريشن اي انه هاي المواد زي الجلوكوز احنا نحتاجها في جسم الانسان وبالتالي اي جلوكوز قاعد بيطلع عندنا في النفرون سيتم اعاده امتصاصه
reabsorption عن طريق هاي الفيزلز. اوكي، وفي عندك بعض المواد مثلا ما بيصير لها كلياتها فلتر، هون بتتفلتر كميه كبيره منها هون، ولكن مش كلياتها بتتفلتر، فبضل فيها جزء منها اللي هي طالع باللي هو الفيزلز اللي حواليها، هاي اللي هو التيوبيولز، فبصير لها سكريشن وافراز من هذه الفيزلز باتجاه اللي هي التيوبيول عشان يطلع في النهايه مع مين؟ مع اليورين. اوكي، هنشرحها ان شاء الله قدام بالتفصيل الممل. فبحكي لك هاي الفيزلز الموجوده حول اللي هو اللوب فينلي، هاي الفيزلز اسمها فازاركتا. ما هي الفازاركتا؟ هي عباره عن الفيزلز المحيطه باللوب اوف فينلي. الفازاركتا هاي بمر فيها الدم بطريقه ماذا؟ طريقه بطيئه جدا، it's very slow. The nephron maintains osmolarity in addition to filtering blood and maintaining acid base balance. هذا النفرون جكسون مدلل النفرون يا اخوان، في له وظيفه جدا مهمه وجدا حلوه، انه it maintains osmolarity بالاضافه الى اللي هي الوظيفه المعتاده اللي هو الفلترنج بلاد، يسوي فلتريشن بلاد وفلتره للدم، وحكينا ايضا مينتيننج اسيد بيس بالانس. نشرح شوي شوي. هاي اللوب اوف هنلي هي يا اخوان هي المسؤوله بشكل اساسي عن انه يكون اليورين عندنا والبول عندنا يكون فيري كونسنتريتد، يكون حرفيا يعني لما يجي يطلع بيكون لونه جدا 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 غامق، بيكون جدا ايش ماله كونسنتريت، وانه الكونسنتريشن تبعه جدا عالي بالايش بالسوليوس، وكميه الماء فيه قليله. طيب كيف اللوب اوف هنلي بتشتغل؟ بعمليه اسمها كاونتر كرنت مالتيبليكيشن او كاونتر مالتيبليكيشن، انا هشرحها في المحاضره الجايه ان شاء الله. وبالتالي انكم تلاحظوا اللوب اوف هنلي هون اطول من اللوب اوف هنلي هون، وبالتالي هون هاي اللوب اوف هنلي قاعده بتحافظ على الاوزمولاريتي وعلى تركيز المواد بشكل اكبر من اللوب اوف هنلي هون، لانها اطول واكثر بصير فيها ايش اللي هي الاكستشينج مع الدم، صح؟ وبالتالي هي بشكل اساسي جاكستا مدلر النفرونز هي التي تحافظ على ايش؟ على الاوزمولاريتي وتراكيز الايونات. كما انها طبعا بنعرف النفرون بشكل اساسي شو بسوي؟ فلترنج اوف بلد عن طريق مليجرامريا، بسوي فلتريشن للبلد، بالاضافه الى الاسيد بيس بالانس. هسه عم تشوفوا فيها بالديتيلز شو راح فوت ومش راح اخلص، ولكن اعرفوا لي بالجاكستا مدلر النفرونز ات هاز 3 مين فانكشنز، لها وظائف ثلاث اساسيه: مينتيننج اوزمولاريتي المحافظه على تركيز اللي هي الايونات في الدم، فلترنج بلد وفلتره للدم، ومينتيننج اسيد بيس بالانس والمحافظه على البي اتش وتركيز اللي هي الحماض والقواعد داخل الدم بشكل اساسي. اوكي، المعلومه اللي بعديها ميكينج كونسنتريتد ديورين وين وي هاف ديهايدريشن، وحكيت لكم هاي المعلومه. اللوب اوف هنلي هو الجزء المسؤول عن ايش؟ عن ميكينج كونسنتريتد يورين، ويكون اليورين ماله كونسنتريتد. وايش ماله؟ يعني لما نحكي كونسنتريتد يورين يا اخوان، احنا بنعرف وهي المعلومه شرحناها كثير قبل، انه الكونسنتريشن يساوي ماس اون ذا فوليوم، صح؟ الماس تبعت مين؟ كتله مين؟ كتله اللي هي الاشياء المذابه، اللي هي من سوليوتس، من ايونات، من جلوكوز، هاي شغله كتله المذابه. الفوليوم، فوليوم تبع مين؟ تبع المذيب، تبع المي، صح؟ بيجي بيحكي لك انه هذا في اللوب اوف هنلي سيتم بشكل اساسي فيه اللي هي امتصاص الماء، واللي هي التحكم في امتصاص الماء والايونات. ففيه احنا بنقدر حرفيا نشيل كميه مي كبيره باتجاه الدم، ويصير كميه المي في اليورين مالها قليله. لما الفوليوم اللي في المقام يقل، شو راح يصير بالكونسنتريشن؟ راح يزيد. طيب انت بصير في عندك اللي هي اليورين از اكشلي كونسنتريتد لما يكون عندك ديهايدريشن وجفاف. طيب ليش احنا لما عندك ديهايدريشن مثلا عندك كونسنتريتد يورين؟ انت عندك ديهايدريشن، ما في عندك انت ايش؟ مي داخل جسمك، بدك تحافظ على كل ذره مي عندك في الجسم. بكل بساطه انت بتروح على الكليه وبتقلل كميه المي الطالعه ايش؟ باليورين. لما تقلل كميه الطعم الدم كميه عفوا المي كميه المي الطالعه في اليورين، انت قاعد بتحافظ على اكبر كميه مي داخل الجسم، هي واحد. ثانيا بتقلل كمية المي الموجودة في اليورين، ما يؤدي إلى ايش؟ ميكينج كونسنتريتد يورين. حلوين؟ وهنا حكينا بما أن الكورتيكال نفرونز بتكون 70 ل 80% من النفرونز، ذوز نفرونز المدلري بتكون 20% فقط من النفرونز الموجودة عندنا في الكلية. أوكي؟ كومبوننتس أوف ذا نفرونز، وحكيت لكم إياها قبل شوية تقريبا هي في الصورة الخارجية. أول شيء بدنا نحكي عن الفاسكولار بارت. أنت لما تيجي تطلع ونقرب الصورة شوية، أنت بتلاحظ هاي اللي بالنص عبارة عن ايش؟ قلنا هذا اسمه جلوميريولوس، صح؟ الجلوميريولس هو عباره عن هاي الكابيلاريز اللي بالنص، وتحاط الجلوميريولس بهذا الجزء اللي هو عباره عن بومنس كابسول. اوكي، هاي الجلوميريولس حرفيا انت جاي عندك هذا اسمه الرينال ارتري، هذا عباره عن هذا الرينال ارتري. الرينال ارتري طالع منه ارتريول ذاهب الى هذا النفرون عشان يسوي الجلوميريولس. اوكي، هذا الارتريول والداخل الى داخل الجلوميرولس سميناه ايش؟ افرنت ارتريول. تتذكروا مشان احنا بس النيرفس سيستم قلت لكم افرنت معناها داخل وافرنت معناها خارج، وكيف حفظناها؟ انه افرنت ذا اي از فور اكزيت، انه انها قاعد بيطلع لبرا خارج العضو. وبالتالي الارتريول اللي قاعد بفوت على الجلوميرولاي شو سميناه؟ او هاي الكابيلاريز اللي هون افرنت ارتريول. احنا متعودين بشكل عام يا اخوان
انه احنا بعد الكابيلريز ايش بيجي عندنا؟ فينز، صح؟ انت عندك ارتري بعديها كابيلريز بعدها بيطلع فين، هذا مستعدين عليه بشكل عام. ولكن لاحظ انه بعد هاي الكابيلريز قاعد بيطلع عندك اشي ايش اسمه؟ افرنت ارتريول. ايه ارتريول ثاني؟ نعم، بعد الكوميريولس يا اخوان قاعد بيطلع عندنا ارتريول ثاني، وهي اشي كثير مميز في الكدني، انه انت عندك الجلوميرولاي هي عباره عن كابيلاريز، ولكن هاي الكابيلاريز محاطه بتو ارتريولز، مش ارتريول وفينيول، لا تو ارتريولز على الجهتين. افرنت ارتريول بفوت عليها الدم، وافرنت ارتريول بيطلع منها الدم. اوكي، وبالتالي عندك افرنت ارتريول اول شيء، وهو عباره عن ذا ارتريول ذات كاريز ذا بلاد تو ذا جلوميرولس اوف ذا نيفرون، وهو عباره عن ارتريول الذي ينقل الدم باتجاه الجلوميرولاي اوف ذا نيفرون. بعدها الجلوميرولس الا وهي الكابيلاريز الموجوده هون بالنص، هي عباره عن سبيشال تايب اوف كابيلاريز، هو عباره عن نوع سبيشال تايب. ليش سبيشال تايب؟ راح نحكي هسه لقدام شو هي مكونات هاي الكابيلاريز وليش هي فيري سبيشال. هي عبارة عن مميزة هذه الشعرات الدموية that allows filtration of the blood. هاي اللي هي الكابيلاريز هي التي تسمح بفلترة الدم عشان بالنهاية تطلع لوين؟ تطلع عليها على البروكسيما كونفرجنت تيوبول وعلى اللوب اوف هنلي وعلى الديستال تيوبول بعدها كلها تندكت، صح؟ وبالتالي واحد سألك سؤال، عملية الفلترة the filtration process where does it happen؟ وين بتصير؟ تحكي له بالجلوميريولس. اوكي، وبعديها بيطلع من يول، هي عباره عن افرنت ارتريول، وعباره عن ارتريول اللي قاعد اكزيت الافرنت اكزيت ذا جلوميرولس، وقاعد بيطلع من الجلوميرولس. وهذا الافرنت ارتريول يا اخوان بتيجي تشوفه قاعد بتفرع، وبعدين تفرعات كثير حول مين؟ شايفين هاي اللي الفيزج لونها بنفسجي؟ هاي كلها تفرعات من الافرنت ارتريول، بسموها بيري تيوبولر كابيلاريز. شو معناها كل معنى؟ بيري معناها حول، التيوبولر اي تيوبول، هاي اللي هي بروكسيمال كونفرجنت تيوبول او اللي هي ديسال كونفرجنت تيوبول، هذول التيوبول صح. حول التيوبولز عندك شعيرات دمويه كابيلاريز سموها بيري تيوبولر كابيلاريز. اوكي، دي كابيلاريز ذات راب اراوند ذا تيوبولز، اتس امبورتنت فور ذا اكستشينج بروسيس ذات هابنز ثرو اوت ذا نيفرون اند سبلاي اوف ذا رينال تيشو. هاي البيري تيوبولر كابيلاريز في لها وظيفتين يا اخوان مهمنا في الاكستشينج بروسيس اللي هي عمليات الري ابزوربشن اند سكريشن، انا اشرحها ان شاء الله لقدام بالتفصيل زي ما حكيت لكم، بالاضافه الى انها بتوصل الدم للرينال تيشيو ومختلف اعضاء اللي هي الرينال، زي ما هو التيوبولز اللي هي الرينال تيشيو صح، بتوصل اللي هو كمان اللي هو الدم الى مختلف اعضاء اللي هو الرينال تيشيو عشان نسوي لها سبلمنتيشن بالنيوتريانتس والاكسجين اللي تحتاجه هذه الخلايا عشان ايش؟ تظل على قيد الحياه. اوكي، صار في عندنا احنا افرنت ارتريول، جلوميرولاي كابيلاريز، بعدين بيطلع منها افرنت ارتريول، الافرنت ارتريول بعديها بيطلع منه ايش؟ البيريتيوبولار كابيلاريز التي تحيط بكل اجزاء النفرون. اوكي، حلوين. طيب سؤال، الفيزز الموجوده حوالين اللوب اوف فينش سميناها فازركتا صح؟ تمام. يوجوالي كابيلاريز هاف تو بارتس، فيرست هاي ما قلت لكم اياها، انه الكابيلاريز احنا بنعرف انه بيجي قبلها ارتري وبيطلع منها فين؟ فيرست ان ارتريال هاف من هاي الكابيلاري where the plasma leaves to provide oxygen and nutrition, then بعديها في عندك اللي هو الفينس هاف، هو جزء الفين اللي بنتقل فيه الدم من وين، او هي البلازما من وين لوين؟ من الانترستيشال فلويد باتجاه الدم صح؟ where the plasma returns carrying waste product of the cells، وهي معلومات بنعرفها معلومات بلاد صغار. In the kidneys the case is different، احنا عندنا بالكلية الوضع بيكون مختلف، واحنا حكينا انه الوضع مختلف. The renal artery is branch from the abdominal aorta، انت في عندك اللي هي الابدومينال اورتا، احنا بنعرف اللي هي الايورتا بيطلع من القلب بعدين بلف بسوي الارتش اوف اورتا بعدين بنزل بسوي عندك اللي هو عبارة عن ايش؟ اللي هو descending aorta. descending aorta اول ما يعبر الديافرام يا اخوان، اول ما يعبر الديافرام وينزل على الابدومين اسمه ايش؟ ابدومينال اورتا او ابدومينال ايورتا. هذا الابدومينال ايورتا سيتفرع منه ارتري، شو اسمها الارتري؟ الرينال ارتريز. فرينال ارتريز قاعد تطلع من الابدومينال اورتا او ايورتا تو انتر ذا كيدنيز. اوكي، they give smaller and smaller branches till they reach the glomerulus، يعني انت عندك اللي هو الرينال ارتري راح يضل يتفرع ويتفرع 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 تنه يوصل في النهايه يعطينا ايش؟ الجلوميرولس. وانا حاط صراحه في اخر صفحه تفرعات للايورتا، هي ايورتا بعدين رينال ارتري وبعدين بعدين هي التفرعات اللي هي كلياتها تنه يوصل لايش؟ للافرنت ارتريول عشان يعطينا في النهايه الجلوميرولاي. هل هي مطلوبه منكم؟ في المحاضره الثانيه ان شاء الله اتوقع راح نشرح عنها شويه، يعني مش بالتفصيل الممل. اوكي تمام، احنا كنا بالصفحه الرابعه.
فبيجي بيحكي لك اللي هي it branches to make smaller and smaller branches till they reach the glomerulus. Okay. Notice how the glomerulus is surrounded by two arterioles. الجلوميرولاي فيه arteriole داخل إلهم و arteriole طالع منه. المفروض اللي طالع منه في الوضع الطبيعي بعد ما نخلص من capillaries إيش يطلع لنا؟ venule اللي هو عبارة عن vein في النهاية يتكون صح؟ ولكن لا هم طالع لنا إيش؟ arteriole آخر. This arrangement will create a high pressure in the glomerulus which is important for blood filtration. يخلون بكل بساطة احنا بنعرف بنعمل الهيستولوجي بان التونيكا ميديا الموجودة في ايش التونيكا ميديا اللي هي مقصود فيها جزء العضلي الجزء العضلي وهي طبقة العضلية الموجودة في الارتريز اكبر من الموجودة في الفينز صح؟ عشان هيك احنا عندنا الارتريز بتقدر دائما تنقبض بشكل اكبر من انقباضها مين؟ الموجود في الفينز حلوين؟ بيحكي لك بما انه انت لو انه كان لو انها لو انه كان والله وضع طبيعي انه احنا ارتريول سوينا كابيلاريز بعدها طلع منه ايش فينز هون كل اشي قاعد بيطلع اللي هي بالكابيلاريز كل اشي بيتراكم عارفه من الكابيلاريز راح يرجع يطلع بالفينز بشكل طبيعي ليش انه الفينز اصلا متوسعه ومش منقبضه لانه كميه العضلات فيها منها جدا قليله على عكس مين؟ على عكس هذا الارتريول هذا الارتريول فيه تونيكي ميديا جدا كبيرة فيه طبقة عضلية جدا كبيرة مقارنة بالفين وبالتالي رح يكون دائما بشكل عام constricted إلى حد ما وبالتالي رح يكون كمية الدم اللي قاعد بتطلع لبرا أقل من اللي أنه كان هذا فين ليش؟ مرة أخرى لأنه الفين الطبقة العضلية فيه أقل وبالتالي دائما رح يكون ماله dilated ومتوسع بينما الأرتريول طبقة العضلية فيه كبيرة ما يؤدي إلى أنه ماذا يكون شوي منغلق أكثر من الفين ما يؤدي إلى أنه والله كمية الدم قاعد بتطلع فيه بتكون أقل وبالتالي بتراكم عنا الدم داخل الكابيلرز في هالجلوميرولس بشكل أكبر ليش؟ لأنه هذا قاعد بفوتين الدم لهون وكمية الدم قاعد طالع برا لهون شوي أقل يعني قاعد بتكون شوي أقل وبالتالي كمية الدم اللي قاعد تتراكم بالكابيلرز أكبر وأكبر طيب لما يتراكم الدم عنا هون قاعد بيزيد لنا الضغط الموجود في الجلوميرولس بشكل بسيط هذا الضغط لما يزيد هون بايش بيفيدنا بيفيدنا بكل بساطه انه لما الدم يتراكم اكثر واكثر بالكابيلاريز لمده اطول قاعد بيساعدنا انه يصير عندك فلتريشن بشكل اكبر لهاي اللي ايش البلد الى الخارج حيث ان هذا البريشر الموجود داخل الجلوميرولس زيادته قاعد بتزيد لنا ايش الفلتريشن اوف ذس بلد حلوين وبالتالي زيادة البريشر وهذا الهاي بريشر قاعد بيساعدنا عشان ايش اللي هي نزيد البلد فلتريشن حلوين طيب نشوف التيوبلر كومبوننتس هو شفنا عن الفاسكولار كومبوننتس اللي يقولوا زي مرة اخرى اللي هي افرنت ارتريول جلوميرولاي افرنت ارتريول وبين التيوبلر كابيلاريز نشوف التيوبلر كومبوننت واشياء جدا سهلة التيوبلر كومبوننت كولكشن اوف تيوبز ذات ميكس ذا نيفرون ستراكشر هي عباره عن التيوبيولز والهاي التيوبز قاعد بتسوي ايش النيفرون ستراكشر عندنا وتركيبه النيفرون بومانز كابسول اول شيء البومانز كابسول وهي عباره عن الجزء المحيط بمين بالجلوميرولاي هاي البومانز كابسول يا اخوان لما يصير فلتريشن من هاي اللي هي الكابيلاريز راح يتجمع الفلتريتس لما يطلع البلازما خارج الكابيلاريز او خارج الجلوميرولس راح يصير اسمه فلتريت يا اخوان اوكي هذا الفلتريت راح يتراكم جوا ايش جوا هاي البومانز كابسول واول ما يتراكم داخل داخل البومانز كابسول راح يطلع الى وين على هاي التيوبيولز بعديها اوكي وبالتالي اول شيء البومانز كابسول اترابس وتحيط بالجلوميرولس and collects the plasma that gets filtered which is referred to as filtrate at this point زي ما حكينا هي تحيط بالجلوميرولس وهي التي المكان التي ايش it will collect the plasma ستجمع البلازما الذي راح يصير له filtration وهذا البلازما اللي صار له filtration شو احنا بنسميه filtrate اول ما يطلع من الكابيلاريز اول ما يطلع من الكابيلاريز اسمه filtrate اوكي حلوين بعد البومنز كابسول بيطلع لنا تيوبيول شو سمينا هذا تيوبيول proximal convoluted tubule or proximal tubule صح في هذا proximal tubule there's gonna be uncontrolled reabsorption and secretion of selected substances occurs here يعني بيحكي لك سيتم إعادة امتصاص وإفراز للمواد إذن بإيش بشكل uncontrolled بشكل غير يعني لا يمكن هي التحكم فيه لأنه كميته كبيرة كثير شو نقصد بهذه المعلومة إحنا زي ما حكيت لكم إنه في عنا بعض المواد التي يتم فلترتها من هذا الدم هتطلع لهون على التيوبيول صح وإحنا هاي مواد زي الجلوكوز نحتاجها في الجسم فلازم هذا الجلوكوز ينرجع على إيش على جسم الإنسان طب كيف إحنا ممكن نرجع هذا الجلوكوز على الجسم بعد ما طلع على التيوبيول بكل بساطة في عملية اسمها reabsorption هاي عملية الريابسوربشن اسمها إعادة امتصاص المواد بعد فلترتها بعد ما تفلترت إعادة امتصاصها إحنا منعيد ممتص هاي المواد الموجودة في التيوبيولز عن طريق مين؟ عن طريق هاي الكابيلاريز الموجودة حوالها أوكي؟
سيتم إعادة امتصاص بعض المواد التي سنحتاجها إلى داخل جسم الإنسان، زي المي، زي الصوديوم، زي الجلوكوز، سيتم إعادة امتصاصها. هذه العملية اسمها reabsorption. بالإضافة إلى فينا زي ما حكينا في بعض المواد زي اليوريا، اليوريك أسيد، الهشرات، راح تصير فلترة هون، ولكن مش كلياتها. يعني راح يظل في عندك أنت نسبة راح تطلع وين بالإفرنت أرتريول. هاي النسبة راح تطلع بالإفرنت أرتريول وبتظلها بالبيريتيوبال كابيلاريز، سيتم لها عملية سكريشن وإفراز من هاي البيريتيوبال كابيلاريز باتجاه مين؟ باتجاه التوبيولز. يعني انت تخيل لي داخل الكابيلاريز انت في عندك يوريا او عندك يوريك اسيد، انت عندك هذه اليوريا ستخرج من هذه الكابيلاريز باتجاه التوبيولز، بتفوت على التوبيولز جوا عشان تطلع في النهايه عن طريق مين؟ عن طريق اليورين، عن طريق اللي هي في النهايه اللي خارج الجسم. حلوين. وبالتالي انت قاعد بصير في عندك اللي هي uncontrolled. كلمه uncontrolled جدا مهمه يا اخوان. داخل البروكسيمال كونفرتد تيوبيول راح يصير لنا uncontrolled reabsorption secretion. عشان هيك ان شاء الله قدام راح تاخذوا في الفارماكولوجي وفي اليو جي اس سيستم انه الادويه اللي هي الدايوريتكس او اللي هي مدرات البول اللي نحن نعطيها للناس، هذول المدرات البول راح يشتغلوا اول شيء راح يشتغلوا على اللي هي الديستال كونفرتد تيوبيول، راح يشتغلوا على اللي هو الكوليكتنج داكت، واحيانا بيشتغلوا كمان على اللي هو الايش، على الاسندنج ليمب اوف لوب فيلي، مش على فيلي كامل، على الاسندنج لوب فيلي. ما بتشتغل على البروكسيمال بالمره. طيب ليش احنا الادويه ما بتشتغل على البروكسيمال؟ لانه البروكسيمال لها اكبر كميه ري ابزوربشن وسكريشن بصير فيها، اتس ان كنترولد، غير متحكم فيها، صعب تتحكم فيها بسبب كميتها الهائله. وبالتالي انت بتروح على مين؟ بتروح على الشيء اللي انت بتقدر تتحكم فيه، اللي هو سواء كان لوب فيلي، سواء كان ديسا كونفرجنت تيوبيول او كوليكتنج داكت. هناك انت بتقدر تعطي ادويه بتشتغل على ريسبتورز موجوده في هذه المناطق، بحيث انه والله انت تضلك ايش، تزيد حجم البول او انك تقلله حسب الدواء انت قاعد تعطي. حلوين. convolutions are very important to increase the surface area needed for exchange. طيب احنا ليش قاعد بصير فينا convolutions وتبعوجات داخل هذا proximal convoluted tubule؟ بكل بساطه هاي التبعوجات وهاي convolutions وظيفتها انه تزيد surface area تبعت الاكسشينج بروسيس اند ري ابزوربشن اوف سبستانسز. احنا عشان بس نزيد ايش المساحه تبعت اللي هي المساحه تبعت بسم الله الرحيم تبعت الاكسشينج وتبعت الري ابزوربشن وتبعت السكريشن بروسيسز، احنا بنعرف انه مثلا مثال اعطيكم مثال داخل الامعاء، داخل اللي هو السمول انتستنس، في عندنا تبعوجات تطلع من زولات، صح، اللي هي عباره عن زي فيلم اللي بعرف اذا بتاخذوها لا ناخذها ان شاء الله بالجي اي تي لقدام. في عندك زي طلوع ونزول داخل هاي اللي هو الايش السمول انتستن، هاي الطلوعات والنزولات بتساعدنا على ايش؟ على انه نزيد السيرفس اريا تبعت الابزوربشن ونزيد المساحه المعرضه لهذا الاكل عشان نقدر نمتص كل الاكل اللي فاتها وين؟ اللي فاتها على اليسبر انتستنس. وهون نفس الشيء، هاي الكونفولوشنز وهاي التبعوجات قاعده بتزيد السيرفس اريا وقاعده بتزيد المساحه تبعت اللي هو التوبيول عشان ايش؟ عشان نقدر نسوي ذا هايست اكسشينج بروسيس ممكنه وذا هايست ري ابزوربشن وسكريشن ممكنات عندنا. اوكي، بعد البروكسيمال بيطلع عندك ايش؟ اللوب فيلي، هاي اللوب زي الحلقه، صح، اللي هي اتس ا يو شيبد ستراكشر كومبوزد اوف ديسندنج بارت وان اسندنج بارت. وهنا حكينا هاي اللوب فيلي جزء منها نازل اسمه ديسندنج وجزء منه طالع شو اسمها؟ اسندنج بارت. حلوين. هاي اللوب فيلي ات استابليشز ان اوزموتيك جريدينت ان ذا رينال ميدلا ذات از امبورتنت ان ذا كيدنيز ابيليتي to produce certain in varying concentrations. طبعا يا اخوان شايفين هاي الجمله؟ هاي الجمله عليها حرفيا نص محاضره في سيستم الجي اليو جي اس. انت بدك تعرف منها اشي واحد، هاي اللوب اوف هنلي راح تعمل عندنا اوزموتيك جريدينت وراح تسوي هايبر اوزمولر ميدلا او هايبر اوزموتيك ميدلا. هذا الاوزموتيك جريدينت بتسويه بالرينال ميدلا راح يساعدنا على ايش؟ راح يساعدنا على انه احنا نتحكم ونقدر نسوي يورين ان فارينج كونسنتريشنز، انه احنا ننتج يورين بتراكيز مختلفه. اذا احنا صار عندنا ديهايدريشن ونقصان في كميه الماء داخل جسم الانسان، هون اليورين راح يكون جدا كونسنتريتد بحيث انه كميه المي الطالع في اليورين جدا قليله. اوكي، ليش؟ لانه عندنا في اللوب فينلي راح يطلع كل المي من اللوب فينلي تطلع لوين؟ باتجاه اللي هي البيرت تيوبلر كابيلاريز او هي فازا ريكتا عشان تروح مره ثانيه وين؟ على الدم. حلو. اذا كان احنا عندنا اوفر هايدريشن، كان عندك اللي هي مي بشكل كثير كبير، انت عندك اليورين كونسنتريشن راح يقل كثير لانه احنا عندنا هو اللوب فينلي راح تتحكم بانه والله طلع لي اكبر كميه مي ممكنه عشان انا عندي كثير منها ايش بالجسم.
هالوين، وبالتالي اللوب فينلي it will establish راح تسوي عن osmotic gradient. هذا ال osmotic gradient وين قاعد موجود؟ بالرينا المدلة. طيب ليش برينا المدلة؟ بكل بساطة احنا حكينا معلومة قبل شيء قلناها انه جاكستا مدلر النفرون هو المسؤول عن maintaining osmolarity صح؟ وهذا الجاكستا مدلر النفرون وين اللوب فينلي تبعتي موجودة؟ في المدلة. وبالتالي اللوب فينلي الموجودة في المدلة من جاكستا مدلر النفرون بشكل أساسي هي المسؤولة عن مين؟ عن maintaining osmolarity وعن تكوين هذا الأوزموتيك gradient. وبالتالي اللوب فينلي راح تسوي انك أوزموتيك gradient امدرين المدلة، وهذا الأوزموتيك gradient هو مسؤول عن ماله، وهي كثير مهمة، producing urine in varying concentrations. وهي هاي أصلا وظيفة اللوب فينلي، producing urine in varying concentrations. حطوا لي 3000 مليار خط و400 نجمة عليها، حلوين؟ تمام. distal convoluted tubule run between afferent and efferent arterioles make something called juxtaglomerular apparatus، رح نحكي عنه ان شاء الله هون. distal convoluted tubule يا اخوان تيجي تطلعه طلعوا كيف هذا، انت زي ما حكينا في انك طال عندك بروكسيمال، وهي بروكسيمال لف لف لف، وهون سوى عندك descending part of loop finley، بعد عندك الاسندنج بارت اوف finley. تمام، بعد ما سوى الاسندنج بارت اوف loop finley، اللوب finley تكونت ايش؟ الديستال كونفرت تيبيول صح؟ هاي اللوب لفيك لفيك لفيك، طيب كيف؟ في عندك هذا التيبيول مار ما بين هذا الافرنت ارتريول وهذا الافرنت ارتريول، مار بيناتهم هذا التيوب، هذا التيوب ايش هو؟ الديستال كونفرت تيبيول. هذا الديستال كونفرت تيبيول راح نحكي كمان شوي ان شاء الله، فيه خلايا مع خلايا موجوده هون بالنص راح يكون لنا اباراتس اسمها ايش؟ جاكستاجلوميرولار اباراتس، اوكي؟ وفي النهايه سيتم اللي هي ايش؟ تجميع اليورين في دكت اسمها كولكتين دكت، اوكي؟ ذيس كولكتين دكت كولكتس يورين فروم ماني نفرونز ثرو اوت ذا كيدني. لو انك ملاحظ اصلا بالرسمه، طيب كولكتين دكت في عندك اللي هون موجود فيه فرع قاعد بخ من هذا النفرون، وهذا تفرع قاعد بخ من نفرون ثاني هون، وهذا من نفرون ثاني هون. طيب هاي كولكتين دكت قاعد بتاخذ ايش عندنا؟ قاعد بتاخذ عندنا بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو اليورين اللي يتم انتاجه داخل النفرونز من مختلف نفرونز داخل ايش؟ الكليه. حلوين نوت رينال كوربسكل ذا جلوميرولس اند مومنس كابسول. في عندنا مصطلح اسمه رينال كوربسكل، انا صراحه يعني كثير انه هذا مصطلح حلو، اتوقع ممكن يجي في الامتحان. ما معنى رينال كوربسكل؟ الجلوميرولس وحافظه بومن او بومنس كابسول المحيطه فيها، هذول الاثنين مع بعض مسمينهم ايش؟ رينال كوربسكل، اوكي حلوين. اوكي نكمل. جاكستا جلوميرولار ابارتس حكينا عنه قبل شوي، اللي هو عباره عن اللي هو الافرنت اللي هو الديستال كونفرت تيبيول، وجاي ما بين الافرنت والافرنت ارتريول صح؟ شو بحكي لك؟ It's between the vascular pole of the renal arterioles and the returning distal convoluted tubule of the same nephron. امتى عندك هذا لهون مسكوه وقصوه بهاي الشكل، اوكي؟ طلع عندك هذا الشكل هيك. فعندك هذا عباره عن distal convoluted tubule ماشي وطالع لبرا، وعندك هون عبارة عن افرنت ارتريول وهون افرنت ارتريول مع الديستال كونفرت تيبيول. هاي المنطقة شو سميناها؟ جاكستاجلوميرولار اباراتس. It provides feedback mechanism for controlling the nephron function. إذا شو وظيفة هذا الاباراتس؟ بكل بساطة it provides a feedback mechanism، بتعمل كتغذية راجعة for controlling the nephron function. هذا الجاكستاجلوميرولار اباراتس راح نحكي هسه كمان شوية كيف انه والله تستطيع التحكم في عمل اللي هو ايش؟ النفرون. Cellular components of the apparatus. امتى عندك هذا الابارتس؟ مكون من ثلاث امور. الاولى اشي اسمه ماكولا دنسا سيلز. هذا البروكسيمال كونفرت تيبيول لما يجي يمر ما بين الافرنت والافرنت ارتريول مكونا هذا الابارتس، هاي الخلايا اللي هون شفنا هاي المطاولة، هاي اسمها ماكولا دنسا سيلز. وبالتالي ماكولا دنسا سيلز they are actually the cells of whom؟ خلايا مين هذول؟ الديستال كونفولوتد تيبيول. حلوين هذول اللي هو ماكولا دنسا سيلز اخوان it senses any increase in sodium chloride concentration. اذا زاد عندنا الصوديوم كلورايد كونسنتريشن مين اللي بيحسها؟ هذول اللي هم ماكولا دنسا سيلز in the distal tubule of the kidney and secretes a locally active paracrine vasopressor which acts on the adjacent afferent and efferent arterioles. By the way احكي لكم معلومه نحكيها ان شاء الله قدام. الماكولا دنسا سيلز هي بشكل عام راح تحس تركيز الصوديوم الموجود عندنا في التيبيول. احنا عندنا يورين موجود في التيبيول صح؟ وقاعد بيطلع بالديستال كونفرت تيبيول. لما يطلع في الديستال كونفرت تيبيول هاي الماكولا دنسا سيلز راح تحس عندنا تركيز ال NA بلس الموجود هناك. اذا كان تركيز ال NA بلس عالي، اذا كان كبير، هذا معناته انه ايش؟ احنا معناته الفلتريشن اللي قاعد بيصير بالجلوميرولاي هون ماله كبير صح؟ عشان المقصود اذا انا عندي
الفلتريشن كبير كثير وصار في عندي فلتريشن بكميه كثيره لايش للصوديوم. هذا ما بتصير في فلتريشن كبير بالجلوميريوس اللي هي ايش بشكل عام صح للبلازما، وبالتالي انت كميه الصوديوم قاعد توصل لهم مالها كبيره، تركيز الصوديوم ماله كبير صح. فاول ما تحس اللي هو الماكرودنتسز بانه تركيز الصوديوم هاي كبيره راح تروح تفرز على طول فازو بريسر. افازو بريسر شو معنى افازو بريسر؟ فازو من فيزلز وبريسر بسوي لي ايش اللي هو بريسنج او كونستريكشن، بتروح تفرز هذا الفازو بريسر عشان ياثر على الافرنت والافرنت اتريولز، تسوي لهم فازو كونستريكشن، تقلل من كميه الدم الواصل للجلوميرولس، وبالتالي تقلل من الجلوميرولر فلتريشن وتقلل من الفلتريشن اللي قاعد بيصير والفلتره بالدم الموجوده في الجلوميرولس. طيب اذا احنا سوينا كونستريكشن الارتريول منطقيا كميه البلازما اللي قاعده بتمشي هون قلت، اذا قلت كميه البلازما شو قاعد بتفلتر هون قديش كميه راح تصير اقل، بالتالي كميه الصوديوم قاعد تيجي لهون شو ما راح تصير اقل، وبالتالي راح تكون مكونه دنس سيلز هناك رجعت لطبيعتها اوكي. طيب واذا قل تركيز الصوديوم اخوان راح نحكي لها قدام، استنوا عليه شوي. النوع الثاني غير المكونه دنس سيلز في عندنا ايش اسمه سموث ماسل سيلز. سموث ماسل سيلز تبعت مين؟ تبعت اللي هو عباره عن افرنت اند افرنت ارتريولز تمام. هذول سموث ماسل سيلز تبعت الافرنت والافرنت بشكل اساسي والافرنت اتريولز، they are innervated by the sympathetic nervous system. منطقيا احنا بنعرف من السمباثيك نيرفس سيستم بروح الارتريولز او ارتريز ويؤدي الى ماذا؟ ويؤدي الى فازو كونستريكشن بالارتريز الرايحه للايش للدايجستيف سيستم صح. احنا بنتذكر بسوي فازو دايليشن الفيزز رايحه للعضلات وفازو كونستريكشن بالارتريز رايحه لوين؟ الدايجستيف زي هي من كيدني لمعده لانتستنس كلها شرب سنه فازو كونستريكشن. وبالتالي انت عندك هاي السموث ماسل سيلز ذي ار انرفيتد باي ذا سمباثيتك نيرفس سيستم. هاي النوع الثاني. الشيء الثالث هذول الخلايا اللي بالنص شايفين فيه جرانيولز هاي الزرقاء، هاي اللي هي الخلايا اسمهن جكستا جلوميرولار سيلز اور جرانيولار سيلز اوكي. هاي الجرانيولار سيلز فيها رينين، فيها رينين شايفين هاي اللي هي الاشياء الزرق اللي فيها، هاي عباره عن رينين يا اخوان اوكي. هذا رنين it will release it which is very important hormone used for activation of the رنين aldosterone angiotensin system، وهذا يؤدي الى NA plus retention وبالتالي reserve NA plus in the body. احنا بنعرف بانه رنين يتم افرازه متى؟ لما البلد بريشر عندنا يقل صح. لما يقل عن البلد بريشر هذا يؤدي الى افراز الرنين، والرنين فيؤدي في نهايه الامر الى تكوين ايش الانجيوتنسين 2. والانجيوتنسين 2 احنا بنعرف انه بيزيد اللي هو الان اي بلس ريابسوربشن والووتر ريابسوربشن، وبيقلل كميه الدم الذاهبه الى الكدني وبيقلل الجلوميرولس. المهم في النهايه انه هذا سيؤدي الى ماذا؟ الى زياده كميه الماء الموجوده في الدم ورجوع البلد بريشر الى حالته الطبيعيه اوكي. وبالتالي الرنين هو عباره عن هرمون جدا جدا مهم. عفوا بس اللابتوب والله يقرب كان يخلص الشحن بس حطيته على الشاحن اوكي. فما حكينا الرنين is a very important hormone، هرمون كثير مهم في ايش؟ في ال NA plus retention عشان نقدر نسوي لنا انه ايش يحافظ على NA plus داخل الجسم. وهنا حكينا المي راح تلحق ال NA plus، وبالتالي المي راح تظلها مع الصوديوم داخل اللي هو الفيزلز، اما يؤدي الى رجوع البلد بريشر الى ماذا؟ الى حالته الطبيعيه. حلوين؟ حلوين. وبالتالي ثلاث مكونات يعني درست عليها مكورة دنس سيلز جرانيولار سيلز وسموث مسل سيلز موجودات هون تمام؟ تمام. بيسك بروسيس اوف ذا نفرون. هسا النفرون بشكل عام فيه اربع بروسيس بتصير فيه. اول اشي اللي بيجي عندك الدم بالافرنت ارتريول بيجي للجلوميرولس، هون بصير في عندك اشي ايش اسمه؟ فلتريشن، فلتره للدم. الدم كله بيطلع من الكابيلز باتجاه مين؟ باتجاه البومس كابسول وبعدها بروكسيمال كونفيرت تبيول صح؟ حلوين. طيب العمليه الاولى هي جلوميرولر فلتريشن، ات از ذا فيرست بروسس. اول عمليه بصير عندنا ايش؟ بالنفرون بروتين فري بلازما از فلترد فروم ذا جلوميرولس انتو ذا بومس كابسول. وانا حكيت لكم انه كل اشي انا موجود عندي هون راح يطلع يا غالي لبرا من اخضر ويابس، ما عدا ايش؟ البروتينات والريد بلد سيلز والمواد الكبيره حجما بشكل اساسي اوكي. وبالتالي بلد سيلز ار نوت نورمالي فلترد. واحنا حكينا شو ما كان عن كلمه بروتين فري بلازما، اي ان البلازما اللي قاعده بتطلع لبرا على شكل فلتريت راح تكون بروتين فري، لا يوجد فيها بروتينات اوكي. اصلا اذا احنا لقينا بروتينات داخل اليورين يا اخواني، المقصود اذا البروتينات طلعت مع هذا اللي هو الفلتريت وراحت للتوبيول، لن يعاود الكابيلرز مش راح تقدر والله جات تمتص من هون، لانه هي البروتينات جدا اصلا حجمها كبير فمش راح تطلع من هون، فراح تطلع باليورين. اذا انت فحصت اليورين لقيت بروتين في اليورين، هذا اسمه بروتين يوريا، بروتين داخل اليورين بروتين يوريا. اذا لقيت بروتين يوريا هذا معناته انت في عندك مشكله في الكدني، ومشاكلها جدا كبيره، من نيفروتيك سيندروم، نيفريتيك سيندروم، اكيوت نيفرايتس، مليار شغله.
قد تؤدي لبروتين يوريا. اوكي بلاد سيلز ار نوت نورمالي فلتر. تعرفينك البلاد سيلز بشكل عام اللي هي ار بي سيز دبليو بي سيز بالاضافه الى من البروتينز ذي ار نوت فلتر نورمالي اباوت 20% اوف ذا بلازما از فلتر. 20% من البلازما الماشي هون في الافرنت ارتريول بيصير له ايش؟ بيصير له فلتريشن 20%. و80% وين بيطلع؟ بالافرنت ارتريول. Glomerular filtrates is produced at the rate of 125 milliliter per minutes. منطقيا احنا حكينا بانه الكدني بيوصلها 1100 milliliter per minute صح؟ يعني لو انه نجمع كل الدم بكل الافرنت ارتريولز الموجودة عندنا رح يطلع مجموعهم 1100 milliliter صح؟ بيحكي لك انه من هذول ال1100 20% فقط منهم بصيرن ايش فلتريشن لانه اصلا ما بيلحقن والله يفوتن ولا هن اصلا طلعات فاهم علي كيف وبالتالي 20% منهم بصيرن فلتريشن. طيب 20% يعني خمس خمس ال1100 125 مليلتر بير منت ما بدها علم يا اخوان وبالتالي ذا فلتريشن او ذا جلوميرولر فلتريت از اكشلي ات ذا ريت اوف قديش بصير الفلتريشن 125 مليلتر بير منت. طيب احنا كم دقيقه عندنا باليوم؟ 1440 دقيقه صح. اضرب 1440 ب 125 بيطلع عندك 180 لتر باليوم وبالتالي كميه الفلتريت الموجوده عندنا باليوم والذي بسموها جلوميرولر فلتريشن ريت مقدارها قديش؟ 180 لتر باليوم او 125 مليلتر بير مينيت. حلوين. طبعا هاي لكل النفرونز في الكليه. كل النفرونز في الكليه تيجيها ايش الهيميو اللي بتسوي فلتريشن بمقدار 125 مليلتر بير مينيت. اوكي بحكي لك the 80% of the plasma not filtered passes into the efferent arterioles and through the peritubular capillaries. زي ما حكينا الافرنت ارتريول بعد ما يطلع راح يتم تفرعه ويعطينا ايش البيريتيوبرال كابيلاريز وهي عباره عن كابيلاريز الموجوده حوالي ايش التوبيول صح. تمام. فبحكي لك ال 80% اللي ما صار ينفلتر هون بيطلع بالافرنت ارتريول وبيكمل لوين؟ على البيريتيوبرال كابيلاريز. التوبولار ري ابزوربشن. وعلى اتوقع انه احنا عرفنا شو معنى كلمه ري ابزوربشن اي اعاده امتصاص. لما حكيت لكم والله انه احنا في عندنا مواد بصير الفلتر هون بالبومس كابسول قاعده بتطلع على البومس كابسول عفوا من الجلوميرولز قاعده تطلع على البومس كابسول بعدها البروكسيمال كونفيرت تيوبول وبظلها ماشيه صح. في عندنا بعض المواد اللي جلوكوز الامينو اسيدز الايونات هي شريت منها اياها احنا بالجسم وبالتالي لما طلعت لهون هي مش هي طلعت لانه هي اصلا صغيره فبالتالي راح تستطيع انه تطلع من الثقوب الموجوده هون داخل الكابيلاريز تطلع لبرا. هذا الجلوكوز بما انه احنا محتاجه داخل جسم الانسان سيعيد امتصاصه مره اخرى من هذه التوبيولز باتجاه الكابيلاريز. طب واحد بيجي بيحكي لي طيب كيف حرفين هي بتنط نط يا اخوان انتم مش مطالبين بالتفصيل كيف بتصير. لكن بكل بساطه انت عندك لو جلوكوز بيطلع من هذا التوبيول عن طريق شانلز باتجاه ايش الانترستيشن فلويد هون وبعديها داخل الكابيلاريز سيحدث انتقال الجلوكوز من هنا الى وين؟ لداخل الكابيلاريز عن طريق اللي هي ميكانيزمز عده مش مطلوبه منكم. تمام. وبالتالي الجلوكوز وغير الجلوكوز كثير من المواد راسلها ري ابزوربشن واعاده امتصاص من هذه التيوبولز باتجاه من؟ باتجاه البيريتيوبولار كابيلاريز. طبعا هذا يعني البروكسيمال بس البروكسيمال واللوب اوف هنلي والديستال وحتى الكولكتنج دكت بصير فيهن ري ابزوربشن. اوكي بيحكي لك not everything we filter is a waste that needs to be eliminated like electrolytes الجلوكوز الامينو اسيدز. مش كل شيء والله قاعد بضل بفلتريت عباره عن ويست برودكت مش كلها فضلات. في اشياء احنا بنحتاجها زي الالكترولايت الايونات زي الجلوكوز الامينو اسيدز and حتى المي الووتر and we need to conserve them so these substances are reabsorbed. احنا لازم نحافظ عليهم داخل جسم الانسان وبالتالي هذول السبستانسز لازم يتم اعاده امتصاصهم by the process of tubular reabsorption. حلوين. بحكي لك معلومة انه 99% من الفلتريت will be reabsorbed back. يعني انت يعني حرفيا انه قاعد بيطلع انت عندك بس 1% عن طريق على شكل ايه شورين. يعني كل الفلتريشن اللي طلع عندنا اللي هو عبارة عن 180 لتر بير داي 1% فقط منه قاعد بيطلع على شكل يورين. الباقي كله هذا بصير ايش ري ابزوربشن. امتى تخيل انه ما فيش عندنا ري ابزوربشن وال180 لتر كون قاعدين بيطلع لبرا؟ انت المقصود انت لازم تشرب 180 لتر مي عشان تعوض اللي راح اندخل جسمك وغير هيك على المؤاخذه راح اضلك بالحمام انت 24 ساعه عشان تقدر تطلع 180 لتر. انت بدك تطلع 180 لتر بالحمام طريق يورين. يعني اكيد ايش مش معقول. وبالتالي 99% من الفلترات اللي قاعد بيطلع عنا از ري ابزوربد وفقط 1% منه بيطلع على ايش على شكل يورين. تمام.
filtered substances move from the inside of the tubular part of the nephron into the blood of the peritubular capillaries. زي ما حكينا اللي هو reabsorption قاعد بنتقل from the inside of the tubular part, من التيوبولار بارت من داخل التيوبيول باتجاه مين؟ باتجاه the blood of the peritubular capillaries, ده الدم الموجود في peritubular capillaries. This reabsorption rates of most substances are very high. يعني المقصود احنا حكينا عن 99% من السبستانسز صح, ولكن اكيد مثلا فينا بعض السبستانسز امتصاصها اكبر من سبستانسز اخرى. يعني احنا عندنا مثلا مثل الجلوكوز يتم امتصاصه يا اخوان بنسبه 100%, ولا ذره جلوكوز بتطلع عندك باليورين اصلا. اذا انت روحت فحصت يورين وواحد لقى والله انه داخل يورين تبعه في عنده جلوكوز, هذا الجلوكوز موجود في يورين يدل على انه انت في عندك مشكله داخل جسمك. شو هاي المشكلة؟ يا انه والله معك سكري, يا انه والله انت عندك الانسولين مش شغال, يا انه والله انت في عندك اللي هي معظم الحالات تبعت اللي هي الجلوكوز موجود في اليورين هي عبارة عن ايش؟ ديابيتيز سواء تايب 1 او تايب 2, اللي عبارة عن سكري بشكل عام. وبالتالي انت في عندك اللي هي السبستانسز معظمها has a very high rate of reabsorption, عندها كمية يعني معظمها اذا مش كلياتها بس لها reabsorption عن طريق عملية tubular reabsorption. تمام, بحكي لك out of the 180 liters filtered 178.5 liters are reabsorbed. منطقيا احنا حكينا 1% فقط بيطلع على شكل يورين, يعني انت عندك 1% بيطلع 1% 180 قديش؟ 1.8, هو قال لك 1.5, اعتبرها 1.5 يا سيدي, انه لتر ونص قاعد بيطلع كيورين يوميا. تمام, طيب 180 اللي طلعت لهون وطلع منها هون في النهايه لتر ونص, قديش طلع على هون؟ 178.5, وبالتالي 178.5 لتر قاعد بيصير له ري ابزوربشن, ولتر ونص فقط قاعد بيطلع على شكل يورين. اوكي, التيوبولار سكريشن, التيوبولار سكريشن زي ما حكيت لكم انه هون ال 80% قاعده بتطلع, قاعد بيطلع معها المواد كمان احنا لازم نخرجها خارج الجسم زي اليوريا, كرياتينين, يوريك اسيد الى اخره, هي موست اللي هي ويست برودكت بشكل عام. وبالتالي اللي بتضلها هون عن طريق البريتيوبولار كابيلاريز نفس العمليه صارت ري ابزوربشن, ولكن العكس بالضبط اللي هي يعني نفس اللي هي طريقة العملية او نفس الميكانيزم, ولكن في الاتجاه العكسي, بدل ما تطلع من التبيول باتجاه الكابيلاري قاعد تطلع من الكابيلاريز باتجاه التبيولز, وهي العملية اسمها ايش؟ سكريشن او افراز المواد باتجاه ماذا؟ التبيولز. السلكتيف بروسس باي ويتش سبستانسز فروم ذا بيريتيوبولار كابيلاريز انتر ذا لومن اوف ذا نيفرون. هاي السكريشن يا اخوان is a very selective process, هي عبارة عن مواد معينة فقط سيتم ايش لها؟ السكريشن. وبتنتقل من وين لوين؟ من الكابيلاريز حوالي التوبيولز باتجاه اللي هي الكابيلاريز باتجاه التوبيولز. اوكي, تنتقل من البيريتيوبولار كابيلاريز الى التوبيولز ما بتعلم. واليورين اكسكريشن في النهايه, وهو اليورين الذي يخرج الى خارج الجسم. تمام, ات ريزلتس فروم 3 بروسيسز. احنا بنعرف انه هذا اليورين قاعد بيطلع في النهايه اثر عليه 3 عمليات قبله, الفلتريشن, الري ابزوربشن, والسكريشن. طيب سؤال, اليورين اللي قاعد بيطلع لهون ايش اللي قاعد بزيده؟ قاعد بزيده شغلتين, الفلتريشن قاعد بكون اليورين, والسكريشن اللي عند التوبيول قاعد بكون اليورين صح؟ وبالتالي فلتريشن زائد سكريشن بيطلع لي اليورين, ولكن احنا فينا عمليه قاعد بتنقص كثير من اليورين صح؟ اللي هو عباره عن ايش؟ الري ابزوربشن. وبالتالي اليورين اكسكريشن وكميه اليورين قاعد تطلع عنا هي عباره عن 3 عمليات, فلتريشن زائد سكريشن ناقص الري ابزوربشن اللي قاعد بيطلع اليورين الى خارج ايش؟ التيوبيول. تمام, طلع عباره عن فلتريشن زائد سكريشن ناقص ري ابزوربشن. حلوين. طل اليورين فورميشن مره اخرى عباره عن جلوميرولار فلتريشن ناقص التيوبولار ري ابزوربشن العمليه الثانيه, زائد العمليه الاخيره تزيد من اليورين اللي عباره عن ايش؟ التيوبولار سكريشن. نورمالي وي برودوس 1.5 لترز بير دي اوف يورين, بس ات كان بي فيري ديبندنج اون ذا ووتر انتيك اند ذا ستيت اوف هايدريشن. بقول لك انه احنا بشكل عام وفي الوضع الطبيعي بنطلع لتر ونص من الماء من اليورين يوميا, ولكن هذا يعتمد بشكل اساسي على ماذا؟ قاعد بيعتمد على الووتر انتيك, على كميه الماء انت قاعد تشربها. يعني المقصود اذا انت زدت كميه الماء تشربها هاي لتر ونص راح تزيد, واذا قللت كميه الماء قاعد تشربها هاي لتر ونص راح تقل صح؟ and the state of hydration, state of hydration مقصود فيها انه حرفيا نفس معنى كلمه water intake. تمام؟ اوكي,
the filtration membrane. شو filtration membrane؟ احنا حكينا هون قابس الفلتريشن صح؟ هذا الفلتريشن capillaries هاي بسموها filtration membrane. The filtration membrane as we mentioned a large amount of plasma will be filtered and this is due to the special type of capillaries and the high pressure achieved between the two arterial system. احنا حكينا انه انت في عندك سببين قاعدات بيساعدن على الفلتريشن، سببين. السبب الاول بانه انت عندك الكابيلرز موجوده هون محصوره بين تو ارتريولز وحكينا وجود هذول الارتريولز الاثنين قاعد بيزيدن ضغط الدم الموجود داخل الكابيلرز ما يؤدي الى زياده الفلتريشن، هاي واحد. ثانيا الى انه هذه الكابيلرز they are special type of capillaries، هاي الكابيلرز هي عباره عن كابيلرز مميزه جدا تساعد في هذه العملية اللي هي عملية الفلتريشن. اوكي the filtration membrane nephron filtration membrane is made from هذا filtration membrane ايش مكون؟ مكون من طبقات عدة. طلع علي اول اشي the endothelial cell of the capillaries. نطلع هاي الصورة بالله شايفين هذا اللون الاصفر زي سفنجة، هذا هاي عبارة عن endothelial cells وملاحظين داخل endothelial cells في عندك زي ايش؟ زي فراغات. هاي الفراغات وش بحكي لك؟ the endothelial cells of the capillaries ما بين هذه الخلايا في عندك between these endothelial cells we have fenestrations or pores أو فراغات أو ثقوب that allow the passage of plasma components to the outside of the Bowman's capsule. بكل بساطة إنه إحنا هون قاعدة هي بشكل أساسي عشان نكون دقيقين إنه والله خارج اللي هو الجلوميريولس مش كثير مهمة يعني. هاي الثقوب ستسمح باللي هو الدم الذي يمشي فيها أو البلازما اللي ماشي فيها إنه تطلع منها بكل أريحية، تمام؟ إذا شو وظيفة هاي اللي هي عبارة عن fenestrations؟ بتسمح للكومبوننتس والمكونات اللي بلد بلازما انه تطلع لبرا. ولكن هاي اللي هي البورز اخوان كبيرة كفاية انها تطلع الكومبوننتس بلد بلازما كاملة من الكترولايت وغلوكوز ومايونيسز وإلى آخره، ولكنها صغيرة ايضا كفاية انه ايش مالها تمنع البلد سيلز والبروتينات كبيرة الحجم انه تطلع الى الخارج. حلوين؟ فلي حجمها جاي بيرفكت بحيث انه يمنع البلد سيلز والبروتينات تطلع ويسمح للمواد زي الجلوكوز والأمينوسيدز والبروتينات والعفو والأيونات تطلع إلى الخارج. أوكي المكون الثاني الموجود فوق هاي الإندوثيليال سيلز ألا وهو إيش؟ البيزل لامينا. شايف هذا اللون الأزرق؟ هذا اسمه بيزل لامينا. هاي البيزل لامينا يا إخوان هي عبارة عن ليست خلايا وأنه هو عبارة عن فقط بروتينات اتجمعت مع بعضها صوت طبقة حوالى هذه الإندوثيليال سيل. أحكي لكم معلومة شوية. إحنا بنعرف بأنه البروتينات شو شحنتها؟ سالبة. بنعرف هاي من أيام الأكشن بوتنشل صح؟ البروتينات شحنتها سالبة. البروتينات بما أنه إحنا حكينا البيزل لامينا تحتوي بشكل أساسي تحتوي على بروتينات سالبة الشحنة، والبروتينات الماشية بالدم كمان سالبة الشحنة صح؟ وبالتالي أنت لو نفترض أنه في عندك بروتين صغير قدر يزرق من هاي البور، البيزل لامينا راح يمنعه أنه يطلع. ليش؟ لأنه البروتين اللي طلع من البور سالب الشحنة والبيز اللامنة فيها بروتينات سالبة الشحنة، سالب مع سالب تنافر. البيز اللامنة راح تسوي تنافر مع البروتين وتخلي البروتين يفوت مرة ثانية لجوا على اللي هو ايش؟ على اللي هو الكابيلاريز وتطلع في نهاية طريق الافيرنت ارتريول وتمنعه انه ايش؟ يطلع كفلتريت. وبالتالي هاي البيز اللامنة البروتينات اللي فيها سالبة الشحنة تنافر البروتينات التي تحاول الخروج وتجعلها وين تظلها مستقرة داخل الكابيلاريز وتطلع في الافيرنت ارتريول من دون ما يصير لها اي ايش اي فلتريشن. حلوين؟ البيس اللامنة هو عبارة عن اي سيلولار لاير، هي عبارة عن خلايا، هي عبارة عن طبقة ليس فيها خلايا، يعني هي ليست مكونة من خلايا، اي سيلولار ليس فيها خلايا. من ايش مكونه؟ مكونه من اكسترا او ايش فيها اللي هي من مكوناتها الاكسترا سيلولار ماتريكس نيجاتيفلي تشارج بروتينز، فيها نيجاتيفلي تشارج بروتينز، فيها بروتينات سالبه الشحنه. This lamina prevent filtration of large proteins، تمام؟ وهذه البيز اللامينا شو وظيفتها الاساسيه؟ تمنع الفلتريشن اوف لارجر بروتينز اور لارج بروتينز، تمام؟ في عندك فوق هاي البيز اللامنة اذا انتم ملاحظين في انها هون خلية كثير كبيرة هيك وطالع منها زي الجرين. هاي الخلية اسمها podocytes. البودوسايتس they are special cells that have plasma membrane extensions اسمهن pedicles. اوكي بحكي لك انه هاي البودوسايت طالع منها extensions تفرعات زي الجرين طالع منها. شو اسم هاي التفرعات؟ pedicles. اوكي have then have a very big cell body and finger like projections. لاحظ قديش السيل بدي قديش كبير هاي الخليه ثبت معك جدا كبير صح، وقديش انه والله في عندها ايش a lot of finger like projections. فانها finger like projections كثير كبيره صح، عفوا انه كثير عاليه في العدد.
that wrap around the glomerulus, making small slits which prevent large molecules from filtration. وبالتالي إذا أنك ملاحظ إنه والله إذا أنت في عندك مادة قدرت تزرق من هاي اللي هي الرحيم من هاي البور زرقت مادة كبيرة مثلاً قدرت تزرق من هاي البور وقدرت تزرق من فوق اللي هو البيز اللامينا راح تيجي هاي السلتس وهاي اللي عبارة عن البيديكلز تمنعه إنه والله يوم رق بيروح على وين على الفلتريت. عشان هيك إحنا صار في عندنا ثلاث شغلات قاعدة إيش بتحاول إنه والله تنظم لي عملية الفلتريشن. بس احكي لكم معلومة حلوة، هاي اللي هي الاكستنشنز او البيديكلز الفراغات ما بينها اسمها فلتريشن سليتس او بحكوا لها سليتس وبيوقفوا. كلمة سليت معناها زي شق، معناها زي شق، اوكي؟ هاي الشقوق الصغيرة اسمها سليتس او فلتريشن سليتس، اوكي؟ تصور احنا في عنا اندوثيليال سيلز فيها بورز، فوقيها بيزل لامينا فيه ايش؟ نيجاتيفلي تشارج بروتينز تمنع اللارج بروتينز من الخروج، وفوقيه في عنا اللي هي بيديكلز المكونة من البودوسايتس والتي تمنع ماذا؟ عفوا، والتي تكون ماذا؟ سليتس او فلتريشن سليتس والتي تمنع اللي هي لارج مولكيولز فروم فلتريشن، تمام؟ حلوين. Effects of size and electrical charge on filterability of the glomerular capillaries. إحنا نشوف إيش الأشياء اللي تؤثر على اللي هي filterability وعلى إيش على اللي هو اللي هي filtration of substances. أوكي. أول إشي بيحكي لك large pores found in the filtration membranes allow large volumes of plasma to be filtered. يعني أنت قاعدين نحكي عارفين عن 20% من البلازما. قاعد بسوي فلتريشن، لما تحكي 20% من البلازما قاعد تحكي عن 180 لتر يوميا، كمية هائلة هاي، كمية هائلة، قاعد بسوي فلتريشن بالكدني، اوكي؟ وبالتالي هاي البورز هي التي تسمح لنا بالايش؟ هي طبعا البورز المقصود فيها اللي هي بورز كاملة على طول اللي هي الفلتريشن، هي بورز بالاندوثيليال والبيز اللامينا والستس الموجودة هون، كلها هاي تسمح بايش؟ بلارج فوليوم اوف فلتريشن، قديش مقداره؟ 20% اوف ذا بلازما فوليوم ذات ريتشز ذا جلوميرولس. حلوين؟ هسا في عنا two factors وفي عنا عاملين يتحكمان في هذه الفلتريشن بروسيس. شو هم هذول العاملين؟ بكل بساطة the size of the molecule and the charge of the molecule. وتوقع ما بتعلم المادة، حجم المادة وشحنة المادة. حجم المادة إذا المادة كبيرة مش راح تقدر تطلع، إذا المادة صغيرة راح تقدر تطلع. أوف سبحان الله. RBCs and plasma proteins are not filtered due to their large sizes. وبالتالي ما الذي يمنع الـ RBCs والذي يمنع البلازما بروتينز بتطلع لبرا؟ الـ large sizes صح؟ they cannot pass through the filtration membrane. طيب سؤال، البلازما بروتينز حكينا فيه سبب ثاني غير السايز، ايش هو؟ التشارج. شو حكينا؟ البيز اللامينا هي عبارة مكونة من بروتينات سالبة الشحنة تمنع البروتينات سالبة الشحنة جوا كمان انه ايش تطلع برا صح؟ وبالتالي عندك البروتينات شغلتين بمنح انه تطلع، الـ large size تبعها، ثانيا التشارج تبعت لانك ياسر قدام ان شاء الله. تيك مثلا سيدي مثلا عندك هاي اللي هو رسمه، تيك ذا نيوترال ديكستران از ان اكزامبل، ات از ا بوليمر ذات كان ميك ذات يو كان ميك ان ذا لاب، از يو انكريز ذا سايز اوف ذا بوليمر ذا فلتربيليتي ذا فلتربيليتي ديكريزز. هذا النورمال، هذا نيوترال ديكستران هو عباره عن ماده اللي هي ما لها اي شحنه، ما في لها شحنتها صفر، ويتم صنعها في اللاب. انت بتتحكم في اللاب بايش؟ بحجمها. بحكي لك انت بتغصها في المريض وبتشوف والله كميه اللي قاعد تطلع ايش بالفلتريشن. بحكي لك انت كلما زدت الراديوس هون اللي هو هاي الافكتيف مولكيولر راديوس المقصود فيها حجم، الراديوس المقصود فيها ايش؟ القطر صح؟ ونصف القطر عفوا، ونصف القطر اذا زدناه قاعد بنزيد حجم المولكيول صح؟ اذا زدت الراديوس بين قوسين زدت حجم اللي هو النيوترال ديكستران، شو قاعد بصير باللي هو ايش النفاذيه والفلتربيليتي؟ قاعده بتقل وبتقل وبتقل انه حرفيا بالنهايه توصل صفر الفلتربيليتي تبعته، تمام؟ ولكن اذا كان النورمال اللي هو النيوترال ديكستران حجمه صغير، شو قاعد بيصير بالفلتربيليتي؟ قاعد بتزيد كثير وقاعد بيؤدي انه والله هاي اللي هو الفلتريشن تبعها يكون كثير عالي، صح؟ تمام. والشيء الثاني والعامل الثاني غير السايز اللي هو ايش؟ التشارج، الشحنه، ذا بولي اسيدال. وفي عندك اللي هي مادتين اخريات اللي هي ديكسترانز ايضا ولكن عليهن شحنه، ماده اسمها بولي كات ايونيك ديكستران وماده اسمها بولي ان ايونيك ديكستران. إخوان كلمة كات أيون تحفظوها من هون تا واحد يخلص حياته. كات أيون معناها موجب. كيف تحفظها؟ كات أيون، كات بس بتجنن قشطة البس، ما بحش البس يا إخوان، البس كثير حلوة وبتجنن ونحبها، إذا موجبة الشحنة. والآي أيونيك عبارة عن عكسها بتكون سالبة، أوكي؟ بولي كات أيونيك ديكستران موجب الشحنة، ديكستران موجب الشحنة، وبولي أن أيونيك ديكستران راح يكون أيونيك ديكستران سالب الشحنة. سؤال،
انت كمنطقيا وحسب درسناه كلياته هسه لهسه، ايا انت بتتوقع يكون لديه قدره اكبر على ايش النفاذيه عبر اللي هو الجلوميرولس؟ اكيد الشحنه موجبه. ليش؟ مره ثانيه لانه البيزا اللامنه شحنتها سالبه، وراح اي شحنه سالبه بتقرب منها تسوي لها تنافر وتمنحها ان تطلع برا، صح؟ وبالتالي الشحنه الموجبه بما انه هاي سالبه وهاي موجبه ترى راح تجذبها بالزياده باتجاه البيزا اللامنه وراح تقدر ان تطلع لبرا براحتها، وبالتالي البوليكات ايونيك ديكستران الذي شحنته هو موجبه، اذا ها ذا بوليكات ايونيك ديكستران بوزيتيفلي شارج ويل بي ايزلي فلترد بيكوز ذا بوليكات ايونيك مولكيولز will be attracted to the negatively charged molecules found in the basal lamina. بكل بساطة انت عندك اللي هو البوليكات ايونيك ديكستران بما ان شحنته موجبة سيستطيع ان يتم اتراكشن تبعه وانجذاب تبعه الى وين؟ الى negatively charged molecules والمواد التي شحنتها سالبة الموجودة وين؟ في البيزال لامينا. وهذا سيؤدي في ماذا؟ في النهاية الى ماذا؟ الى facilitating the process of filtration. وبالتالي بما ان شحنته موجبة هذا سيؤدي الى زياده الفلتربيليتي تبعته. ليش؟ لانه انت عندك البيزا لمنه شحنته سالبه وبالتالي راح يسوي اتراكشن وجذب له من اللي هو الكابيلاريز باتجاه وين؟ باتجاه الفلتريت وباتجاه اللي هو البومنس كابسول، تمام؟ جاء الخارج الكابيلاريز المقصود فيها. While the poly and ionic negatively charged dextran are less filterable because they will be repelled. انت عندك البولي and ionic شحنتها سالبة، بيز اللامنة شحنتها سالبة، سالب مع سالب يعني انا بتطاوش معك، ما عندنا حكي، انا سالب انت سالب، انت بطريق وانا بطريق، الله يرضى عليك لا تقرب علي وانا بقرب عليك، ايش في عندنا؟ تنافر. They're gonna be repelled from the negatively charged بيز اللامنة in the nephron filtration membrane. حلوين؟ وبالتالي جاك سؤال في الامتحان. One of the following substances has the highest filtration rate. Polycat ionic dextran, neutral dextran, polyanionic dextran. طبعا ممكن يكتب لك مثلا albumin ويكتب لك مثلا A زائد B أنا مداري أي شيء. طبعا albumin يا إخوان هو عبارة عن بروتين داخل الدم، نعرف اللي هو بروتين داخل الدم، اللي هو أشهر بروتين عندنا في الدم إيش هو؟ الالبومين، صح؟ وبالتالي ما هو أكثر مادة تستطيع له filtration؟ البوليكات ايونيك dextran. حلوين؟ حلوين. سمري بكل بساطة البوزيتيف تشارج لديها قدرة على اللي هو الفلتريشن أكبر من النيوترال تشارج وأكيد أكبر من النيجاتيف تشارج. وشو سببها مرة المليون؟ أن البيز اللامنة شحنته سالبة ستجذب الموجب وتتنافر مع السالب. حلوين؟ وإحنا بنعرف أنه كمان السمول مولكيولز تستطيع أن تنفذ بين البورز أسهل بكثير من مين؟ من اللارج مولكيولز، تمام؟ تمام. أوكي، هسا خلصنا من اللي هو موضوع اللي هو الفلتريشن وخلصنا الموضوع اللي هي ايش الاشياء التي مكونه اللي هي الكابيلاريز بشكل عام يعني بالجلوميرولس. نفوت على الجلوميرولر فلتريشن فورسز، ما هي القوة التي تؤثر على هذه الفلتريشن والتي تعمل والله انه يصير في الفلتريشن في النهايه؟ بحكي لك احنا بنعرف مثلا مثال يعني بالبلد فيزلز لما عندك الارتري وسوي عندك الكابيلاريز، هل الكابيلاريز في عندك انت هيدروستاتيك بريشر ويعارضه اوزموتيك بريشر سواء كان بالانترستيشيام او اللي هو الفاسكولار، وهي اخذناها توقع زمان، والذي يؤدي في النهايه الى ماذا؟ الى فلتريشن اوف بلد باتجاه مين؟ باتجاه الانترستيشيال فلويد. اوكي، بحكي لك الجلوميرولر فلتريشن فورس احنا ناخذهم بشكل عام اكثر من هناك اللي هو ايش الفاسكولار فورس شنو فيها شغلات خاصه فيهم. No active transport mechanisms are involved in moving fluid across the glomerular membrane. بكل بساطة احنا عندنا اللي هو الفورسز والقوة التي تؤثر على هذا الفلتريشن بروسيس، لا يوجد منها اي قوة uses اي active transportation. يعني انت عندك حرفيا كل الفلتريت قاعد بيطلع لبرا بسبب قوة ليس لها اي استخدام الاي تي بي وليس لها اي ايش اي استخدام active transport. It's a passive transport process. اوكي، these forces will act on the nephron filtration membrane to either facilitate the filtration process or inhibit it. احنا في عنا مجموعة قوة هون راح نحكيهن ان شاء الله، هن ثلاث فيهن اشي جدا سهلات. احنا في عنا قوة واحدة قاعدة تؤدي الى زيادة الفلتريشن وقوتين بيعملن على inhibition of the filtration. اوكي، وبالتالي هذول الفورسز يا انهم يسوي فاسيليتيشن فاسيليتيشن او تسهيل لهي الفلتريشن او انهبيشن له وتقليل منه. اوكي، ذا فورس ذات فاسيليتيت ذا فلتريشن ما هي؟ ذا جلوميرولر هيدروستاتيك بريشر. يا اخوان شو رايكم نتابع على الرسمه؟ طلعوا على الرسمه هاي. الدم اللي جاي بالافرنت ارتريول فيه ضغط دم، صح؟
احنا بنعرف جاي من الابدومينال، انت فينك الابدومينال ارتري، ابدومينال ايورتا عفوا، طلع عندك اللي هو الكدني الرينال ارتري، الرينال ارتري بدا يتفرع 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 تكون ايش عندك الافرنت ارتريول اللي سيكون زين الجلوميرولس صح. انت داخل افرنت ارتريول في عندك ضغط للدم اللي هو الناتج عن مين؟ الناتج عن ضغط الارتريز بشكل عام. احنا نعرف انه والله اللي هو الضغط الناتج عن انقباض عضلات القلب يؤدي الى خروج الدم بضغط عالي جدا، فهذا الضغط عالي جدا بنسميه هيدروستاتيك بريشر. الضغط الهيدروستاتيك الموجود في الجلوميرولر شو يسموه؟ جلوميرولر هيدروستاتيك بريشر. ما بدا شيء قديش مقداره؟ 60 ملي متر في ميركوري. وهذا الجلوميرولر هيدروستاتيك بريشر هو عباره عن ضغط الدم الموجود داخل الجلوميرولس والذي يعمل على دفش وتطليع وانه والله هي فلتريشن اوف ذا بلاد اوت اوف ذا جلوميرولس، تمام؟ انه والله يطلع دم الى خارج الجلوميرولس باتجاه مين؟ البومنس كابسول. فبيحكي لك هذا الهيدروستاتيك بريشر ريزلتس ان ذا ريزلتس فروم ذا ارتيريال بريشر ذات ريزلتس فروم ذا جنرال بلد بريشر ان ذا سيركيليشن. احنا في عندنا جنرال بلد بريشر ان ذا سيركيليشن، احنا عندنا اللي هي بالخلايا بالاوعيه الدمويه داخل جسم الانسان بشكل عام، في عندنا جنرال بلد بريشر ناتج عن مين؟ ناتج عن انقباض عضلات القلب وخروج الدم منها بايش؟ بضغط عالي جدا صح. ضغط الدم العالي جدا الطالع من القلب راح نسميه جنرال بلد بريشر. بعديها هذا الجنرال بلد بريشر راح يروح على وين؟ على الارتريز، راح يبلش يتفرع ويتفرع، بعدين تري يوصل لوين؟ الرينال ارتري، من الارتري بيروح على الافرنت ارتريول، تري يوصل للجلوميرولس، في النهايه تري يوصل للجلوميرولس. هذا البريشر شو بصير اسمه؟ بصير اسمه جلوميرولر هيدروستاتيك بريشر. عشان ما تنسوهوش كلمه هيدروستاتيك يا اخوان، هيدرو اي يعني سائل، واستاتيك أي يعني حركة، أي أنه البريشر الناتج عن حركة السائل مقصود فيها حركة الدم، أوكي؟ يعني هو عبارة عن اللي هو البريشر الناتج عن حركة الدم داخل الجلوميرولس والذي سيؤدي إلى خروج هذا السائل باتجاه مين؟ البومس كابسول وفلتريشن أوف إت، تمام؟ The normal glomerular hydrostatic pressure قديش قلنا قيمته؟ 60 مليمتر أوف ميركوري، حلوين؟ وأكيد كل هاي النورمال، هذا النورمال اللي هو القيمة الطبيعية، يعني يمكن ان والله نزيدها يمكن نقللها. بحكي لك the higher the arterial pressure the higher the filtration rate and the higher the filtration، تمام؟ يعني بحكي لك كل ما زدنا هذا الهيدروستاتيك بريشر، كل ما زدنا الضغط بخروج السائل الى الخارج، كل ما زاد اللي هي السائل اللي قاعد بخرج. والله ما بتعلمني اشياء جدا سهلة. وبالتالي جاك سؤال في سؤال في الامتحان the higher the arterial pressure will cause higher filtration rate، نقطة انتهى، اوكي؟ The forces that oppose the filtration، احنا حكينا واحدة بتسوي facilitating اللي هي الفلتريشن، وثنتين بتسوي inhibition، صح؟ الواحدة بتسوي facilitating عبارة عن glomerular hydrostatic pressure، حلوين؟ طب شو الثنتين اللي بيعكسنها؟ واحدة اسمها glomerular colloid osmotic pressure، والثالثة Bowman's capsule hydrostatic pressure، نحكي عنها واحدة واحدة. الglomerular colloid osmotic pressure بحكي لك which will try to pull the fluid back to the glomerulus and this will happen. طب والله احنا حنعرف ليش هذا الجلوميرولر كولويد اوزموتيك بريشر اسمه اوزموتيك بريشر. شو معنى اوزموتيك بريشر؟ احنا بنعرف ان الماء ينتقل عن طريق الاوزموسيس من تركيز منخفض الى التركيز المرتفع، صح؟ حلوين. بحكي لك بان الماء سينتقل من البومس كابسول باتجاه الجلوميرولاي بسبب الاوزموتيك بريشر. طب كيف؟ انا بقول لك انه احنا عارفين من قبل ان البروتينات لا تتم ايش معناها فلتريشن لها. البروتينات كلها اللي بتفوت من هون بتطلع نفسها من هون، وبالتالي البروتينات الموجوده داخل الجلوميرولاي اعلى بكثير تركيزها من وين؟ من البومس كابسول. طيب اذا كان تركيز اللي هو البروتينز هون جدا عالي وهون تقريبا صفر، هذا يسوي يعني ايش؟ اوزموتيك بريشر، سيؤدي الى انتقال الماء من التركيز المنخفض اللي هو البومس كابسول للتركيز المرتفع اللي هو الجلوميرولاي، صح؟ تركيز مرتفع of the proteins in the glomeruli سيؤدي الى سحب الماء من البومنس كابسول عن طريق الاوزموسيس، فسموها كولويد اوزموتيك بريشر. قديش مقدارها؟ 32 مليمتر اوف ميركوري، اوكي؟ فبحكي لك هاي البريشر it will try to pull the fluid back to the glomerulus and this will happen because as we said during the filtration process، واثناء الفلتريشن بروسيس كل شيء راح يصير له فلتريشن ما عدا اللارج بروتينز والار بي سيز، وهاي البروتينز will be concentrated وراح يزيد تركيزها والكونسنتريشن تبعها وين؟ داخل الجلوميرولس. ما بدها علم، ما طلعت لبرا، تركيزها داخل الجلوميرولس. شو راح يصير فيه؟ راح يزيد and thus will move the fluid back to the glomerulus عن طريق ماذا؟ عن طريق الاوزموسيس، تمام؟ حلوين. والشيء الاخير الا وهو البومنس كابسول هيدروستاتيك بريشر
وهو عبارة عن as the capsule is filled with filtrate, this will create a pressure in the opposite direction trying to push the filtrate back to the glomerulus. بكل بساطة زي ما انه انت في عندك هنا سائل داخل الجلوميرولس يعمل على ضغط, وهذا الضغط يؤدي الى خروج السائل الى الخارج. في عندك انت السائل داخل البومنس كابسول اللي هو النات طالع من هون, طالع اللي هو السائل اللي طلع من هون نفسه, السائل داخل البومنس كابسول سيؤثر على ضغط بالاتجاه المعاكس باتجاه الجلوميرولس, اما يؤدي الى ماذا؟ الى انتقال السائل من اللي هو البومنس كابسول باتجاه الجلوميرولس, تمام؟ وانتجاء وهي والضغط الناتج عن هذا السائل الذي صار له فلتريشن بالبومس كابسول باتجاه الجلوميرولس شو سميناه؟ بومس كابسول هيدروستاتيك بريشر. زي ما حكينا هو الضغط الناتج عن مين؟ عن السائل الموجود في البومس كابسول هون, تمام. ولكن الجلوميرولر اسمه جلوميرولر, وبالتالي الضغط الناتج عن اللي هو الدم الموجود وين؟ في الجلوميرولس. والبومس كابسول هيدروستاتيك بريشر ناتج عن السائل الموجود في البومس كابسول, ما بتعلم ده بشكل عام. وهذا مقداره قديش؟ مقداره 18 مليمتر بميركوري. احنا حكينا الجلوميرول هيدروستاتيك يؤدي الى خروج السائل, والضغط هذا 60 مليمتر بميركوري. حلوين. الكولويد اوزموتيك بيؤدي الى الدخول الداخل بقيمه اللي هي بريشر 32 مليمتر بميركوري, والبومس كابسول بيدخل الداخل كمان ببريشر مقداره 18 مليمتر بميركوري. وبالتالي انت عندك 60 بتطلع لبرا و32 زائد 18 بفوت لجوا, صح؟ يعني المقصود النت فلتريشن بريشر والبريشر اللي هي بشكل عام والنت اللي قاعد بيأثر على السائل الموجود هنا قديش يساوي؟ 60 بضغطه الى الخارج, 60 ناقص 18 للبومنس كابسول اللي هي هيدروستاتيك بريشر بدخله الى الداخل ناقص 18 ناقص 32 اللي قاعد بدخله الى الداخل كمان ناقص 32, والذي سيؤدي في النهايه الى ماذا؟ انه 60 ناقص 50 اللي هي يساوي قديش؟ 10 مليمتر في ميركوري. 10 مليمتر ميركوري باتجاه ايش؟ باتجاه الخارج, اي انه ايش راح يصير عندك فلتريشن. اوكي, يعني انت عندك الجلوميرولر هيدروستاتيك بريشر قيمتها هي لحالها كانت اكثر ب 10 من القوتين للجلوميرولر اوزموتيك بريشر زائد البومنس كابسول بريشر اللي هي كومبايند توجذر. اوكي, وقديش طلعت النتيجه في النهايه؟ النت بريشر 10 مليمتر ميركوري الى الخارج, يعني مقصود فيها فلتريشن. حلوين, تمام. هيك خلصنا قيمة الفلتريشن فورسز. نفوت على قيمة الفلتريشن ريت. واحنا تقريبا هسه خلصنا المحاضرة, اشياء البلاقية كلها شغلات سهلة وحلوة اصلا ممتعة. الجلوميرولر فلتريشن ريتس بقول لك the total amount of filtrate formed per minute by the kidneys 125 meters per minute. واحنا بنعرف انه قديش الفلتريت تتكون في الكيدنيز. الريت تبعه عبارة عن هو عبارة عن 20% من البلازما الداخل الكيدنيز اللي هي قديش قيمتها؟ 125 مليلتر per minute, صح؟ اللي قديش بس عندك فلتريت بير داي 180 لتر بير داي, صح؟ which means that the whole blood is filtered around 60 times per day. احنا عندنا الدم قيمته في الجسم قديش؟ 5 لتر عندنا اللي هي كميه الدم. اذا احنا حكينا 180 لتر بصير الفلتريشن, 180 تقسيم 5 قديش بصير عندك؟ 60 مره قاعد بصير عندك انت فلتريشن. لا هي 180 تقسيم 3 انا ويز مش بيننا, يعني بكيك تقريبا it's around 60 times every day انه والله قاعد بصير عندك ايش؟ قاعد بصير عندك اللي هي filtration for this for اللي هي ايش؟ for blood in our bodies. طبعا هذا الرقم اللي هي مش كثير مهم, مش كثير ثابت, تقدر تحذفوه لانه حرفيا رقم جدا متقلب, لانه احنا اصلا عندنا الجلوميرولر filtration rate يتغير بتغير ايش؟ الووتر انتيك تبعك. المهم الجلوميرولر filtration regulation is mainly due to the net filtration pressure which on turn depends on the changes in the glomerular capillary blood pressure. طلع لي يا اخوان هسا GFR او اللي هو الجلوميرولر filtration rate حكينا شو معناته. معناته هو تعريفه هو total amount of filtrate وكمية الفلتريت قد بتطلع من الجلوميرولس per minute, صح؟ ها معناها GFR. هذا GFR وتنظيمه يعتمد بشكل اساسي على ماذا؟ على النت فلتريشن اللي طلع معنا هون. اذا انت تحكمت بهذا النت فلتريشن زدته او قللته انت راح تاثر على الجي اف ار, بحيث اذا انت زدت هذا البريشر صار اكثر من 10 منطقيا الفلتريشن راح يزيد, صح؟ عشان البريشر الى الخارج زاد الفلتريشن راح يزيد. طيب اذا صار البريشر اقل من 10 يعني انه الضغط الى الخارج قل وبالتالي الفلتريشن راح يقل, وبالتالي انت عندك الجي اف ار في النهايه ايش ماله؟ قل. The regulation of GFR is mainly due to the net filtration pressure, تمام? Which depends on the changes
of the glomerular capillary blood pressure. A higher arterial blood pressure supplying the glomerulus can increase the GFR. يا اخوان احنا لما نيجي نحكي عن نت فلتريشن بريشر على ايش فكره الاساس قاعد بعتمد؟ على اكبر قيمه عندنا، مين اكبر قيمه؟ الجلوميرولر هايدروستاتيك بريشر صح؟ او الجلوميرولر كابيلاري بلد بريشر صح؟ ولا في النهايه على ايش قاعد تعتمد عندنا؟ تعتمد على الارتيريال بريشر عندنا في الجسم، حيث انه كلما زاد ضغط الارتيريال كلما زاد اللي هو الارتيريال بلد بريشر يؤدي الى زياده الجلوميرولر هايدروستاتيك بريشر، ما يؤدي الى ماذا؟ زياده الجي اف ار في النهايه صح؟ طيب ليش ما ذكرش إشي عن الكولويد أو البومس كابسول؟ يا إخوان إحنا التنظيم عندنا من داخل الجسم يتم بشكل أساسي على هذا فقط لا غير. البومس كابسول بريشر والكولويد أوزمتك بريشر لا يستطيع الجسم التحكم بهما. طيب أنا شو بحكي لك هون؟ changes in GFR primarily result from the changes in glomerular capillary blood pressure اللي هي الهيدروستاتيك glomerular pressure. changes in plasma colloid osmotic pressure والتغيرات اللي بتصير بالcolloid osmotic pressure والبومس كابسول هيدروستاتيك بريشر طل are not subject to regulation by the body and do not vary much under normal conditions. المقصود بانه هذول الاثنين اللي هي البومس كابسول هيدروستاتيك بريشر والجلوميرولر كولويد اوزمتك بريشر لا يتم التحكم فيهن عن طريق مين؟ عن طريق الجسم. الجسم يتحكم بمين عندي؟ بالجلوميرولر هيدروستاتيك بريشر فقط. طبعا اكيد في عندنا كثير حالات الجسم راح يتدخل بهاي ويتدخل بهاي، ولكن ده شو حكى لك؟ حكى لك does not vary much يعني ما بتغير كثير، ولكن انت بدك تعرفها حرفيا انه حرفيا الجسم ما بيتحكم فيهم، اوكي؟ وبالتالي اذا احنا بنغير الجلوميرولر فلتريشن ريت، يعني احنا بنغير كميه الفلتريت اللي قاعد تطلع كل منت من الجلوميرولس، احنا ايش بناثر؟ بناثر على الجلوميرولر كابيلاري بلد بريشر، بين قوسين الجلوميرولر هايدروستاتيك بريشر صح؟ وهذا نقدر نغير منه. طيب كيف احنا بنغير؟ عن طريق كيف احنا بنغير الجلوميرولر كابيلاري بريشر؟ بكل بساطه عن طريق التاثير على البلد بريشر بشكل عام. اذا احنا قللنا البلد بريشر داخل جسم الانسان، احنا قاعدين بنقلل الجلوميرولر كابيلاري بلد بريشر، ما يؤدي الى نقصان الفلتريشن صح؟ وفي المقابل اذا احنا زدنا البريشر الموجود في الافرنت ارتريول او زدنا اللي هو البريشر الموجود داخل جسم الانسان، هذا اللي هو بلد بريشر، هذا يؤدي الى زياده الكابيلاري او جلوميرولر هيدروستاتيك بريشر، ويؤدي الى زياده ايش؟ زياده اللي هو الجي اف ار صح؟ حلوين. Uncontrolled shifts in the GFR can lead to fluid and electrolyte imbalances. إذا الجلوميرولر فلتريشن ريت أنت ما تحكمتش فيهم، يعني المقصود إذا أنت ما تحكمتش بالتوتال أماونت أوف فلتريت، وأنت ما تحكمتش بالفلتريت اللي قاعد بيطلع عندك كل مينت، أنت راح يصير في عندك fluid and electrolyte imbalances. تخيل والله إنه أنت بدل ما تطلع مثلا على سبيل المثال 180 لتر باليوم، بلشت تطلع أنت 225. بلشت تطلع 200 أو 225 لتر باليوم. انت قاعد بتطلع كميه هائله جدا الى خارج جسم الانسان، او قاعد بتطلع كميه هائله جدا كفلتريت، وهاي الكميه الفلتريت الهائله يعني احنا صحيح ان الري ابزوربشن قاعده بتعارضها وقاعده بتمتص زياده وزياده، ولكن الري ابزوربشن في لها حد. وبالتالي اذا الجي اف ار زاد كثير عن حده او قل كثير عن حده، هذا سيؤدي الى فلويد والكترولايت امبالانسز، سيؤدي الى عدم تنظيم وامبالانس اذا في تراكيز اللي هو الفلويدز وحجم الفلويدز وتراكيز الايونات والالكترولايتس داخل جسم الانسان. اوكي، الثري بيسك ميكانيزمز، وهون نعتبر حرفيا تقريبا خلص المحاضره، الاشياء الباقي جدا اشياء حلوه بتجنن. ثري بيسك ميكانيزمز تو كيب ريليتيفلي كونستنت جي اف ار ديسبايت تشينج مين ارتيريال بريشر. ما هي الميكانيزمز واللي هي الميكانيكيات الموجوده عندنا التي تتحكم لكي تحافظ على الجي اف ار يكون ثابت؟ شنو حكينا؟ اذا انت صار في عندك تغيير في الجي اف ار وشفت فيه، هذا سيؤدي الى فلويد والكترولايت امبالانس صح؟ يا انه والله بيزيد كثير الفلوز عندنا في الجسم او بقلل كثير عندنا الفلوز في الجسم، بزيد هي تركيز ايونات كثير في الجسم او بقلل كثير تركيز ايونات انت في الجسم. واحنا اخذنا في المحاضرات الماضيه عن الهايبوكاليميا والهايبركاليميا صح؟ كيف انه والله مثلا على سبيل المثال ايون واحد قد يؤدي الى قتلك مثلا زي كالسيوم، عفوا زي بوتاسيوم. لازم احنا نحافظ على الجي اف ار يكون كونستنت. ما هي العمليات اللي تحافظ على الجي اف ار يكون كونستنت؟ ثلاث عمليات، الاولى اسمها اوتو ريجوليشن، الثاني اسمها تيوبولو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم، الثالث الاوتونوميك نيرفس سيستم والهرمونز. وفي ناس بيحكي لك والله خلينا نفس الهرمونز كعمليه رابعه لحالها، وبالتالي الهرمونز والاوتونوميك نيرفس سيستم بين قوسين سمبثتك بشكل اساسي، التيوبولو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم والاوتو ريجوليشن. نحكي عنهم واحده واحده على السريع. ما معنى كلمة اوتو ريجوليشن؟ وهذول الأربعة زي ما حكينا كل شو بيسوون؟ بحافظن على الجي اف ار يكون كونستنت.
اوكي الاوتو ريجوليشن بيحكي لك it is an automatic built in mechanism found within the nephron even if you take the kidneys outside the body. لو انت مسكت الكدني وطلعتها وحطيتها على الطاوله قدامك راح تلاحظ ان الاوتو ريجوليشن بعده شغال, فهي built in mechanism داخل النفرون داخل الكدني, ما لها علاقه باي تاثير اخر من اعضاء اخرى داخل الجسم. اوكي اوتو ريجوليشن will maintain GFR relatively constant within a zone of auto regulation. تمام الارتيري بريشر اذا تغير عندنا من 75 الى حد 160, احنا حكينا انه يعني قديش عندنا بيكون اللي هي بشكل اساسي عندنا 60 هو جي اف ار اللي هو الجلوميرولر كاباسيتي بريشر صح. بحكي لك اذا الارتيري بريشر تغير من 75 لحد 160 هذا الاوتو ريجوليشن بهاي الزياده الهائله بالارتيري بريشر راح تظلها محافظه على جي اف ار يكون ثابت. معنى منطقيا اذا احنا عندنا اللي هو الارتيري بريشر زاد كثير المفروض الجي اف ار يزيد كثير صح, ولكن بيحكي لك لا هذا الاشي مش صحيح. طيب ليش؟ لانه احنا في عندنا الاوتو ريجوليشن راح تروح تحافظ على الجي اف ار بانه يكون ثابت حتى لو انه الارتيري بريشر زاد بشكل كبير زي هيك من 75 طبعا لحد 160 بتقدر تتحكم فيه, يعني لحد ال 160 ملم مركوري انا بقدر اتحكم, فوق ال 160 الاوتو ريجوليشن بيقول لك يا عمي انا خلص انا فرطت يعني خلص فوق ال 160 الجي اف ار طبعا خاوة راح يزيد. طيب شو هذا الاوتو ريجوليشن بشكل عام يا اخوان؟ بحكي لك نورمالي احنا عندنا اللي هو جي اف ار 180 لتر بير دي صح, الفلتريشن ريت عندنا 180 لتر بير دي بصير الفلتر من ايش؟ من اللي هو الجلوميرولر صح, بصير عندك ري ابزوربشن ل 99% منهم قديش مقداره 178 لتر بير دي صح, وبيطلع كيورين لتر ونص حلوين. بحكي لك اذا انت ما كان عندك اوتو ريجوليشن, انت ما عندك اوتو ريجوليشن اوكي, اذا البريشر زاد بمقدار 25% البريشر زاد بمقدار 25% هذا يؤدي الى زيادة الجي اف ار بدل ما يكون 180 يصير قديش 225. طبعا انا بحكي 25% انا قاعدين نحكي عن ربع, ربع ال 180 قديش 45 لتر صح, وبالتالي احنا اذا زدنا الجي اف ار بمقدار الربع يعني زدنا احنا اللي هو هاي 180 مقدار الربع يعني 180 زدناها بمقدار 45 راح يصير انت عندك 225 لتر بير دي, هذا المفروض صح. ونفترض افتراض انه الري ابزوربشن ما تغير, الري ابزوربشن ظل 178.5 اوكي ظل كونستنت, اف ذا ري ابزوربشن از كونستنت نقص لي عندك 225 صار له فلتريشن ناقص ال 178 اللي هو صار له ونص صار له ري ابزوربشن قديش طلع عندك كيورين؟ طلع عندك 46 لتر ونص لتر باليوم. انت قاعد تخيل انت تفوت تبول 46 لتر ونص باليوم؟ اكيد مستحيل اكيد مستحيل. الناس اللي عنده ضغط سؤال, الانسان اللي عنده ضغط ضغط عالي عنده هايبرتنشن هل هذا يعني والله انسان قاعد بتبول قريب 50 لتر باليوم؟ اكيد لا. طيب ليش؟ عن طريق الاوتو ريجوليشن. بحكي لك الاوتو ريجوليشن از اي مايوجينيك الترينج ذا كاليبر اوف ذا افيرنت ارتيريوز دو تو ستريتش, يعني المقصود احنا اثناء ما هو انت عندك اللي هو الدم ماشي بالافيرنت ارتيريول اذا لاحظ هذا الافيرنت ارتيريول انه انت عندك البريشر زاد, طبعا احنا نعرف اذا اللي هو البلد بريشر زاد هذا يؤدي الى زياده الضغط على جوانب اللي هو ايش الارتيريول صح, زيادة الضغط على جوانب الارتريول يؤدي الى ستريتشنج في هذا الارتريول, الستريتش في هذا الارتريول سيحفز الاوتو ريجوليشن بانه يعمل على ماذا؟ يعمل على فازو كونستريكشن ان ذا ارتريول, وهاي الكدني من حالها لحالها بتسويها حرفيا اسمها اوتو ريجوليشن, الكدني لحالها بتسويها بحيث انه ماذا؟ انه زيادة البلد بريشر عندنا في الجسم ما تاثر على الجي اف ار اوكي, بحيث انه جي اف ار يظل ثابت زي ما هو عن طريق اللي هو الحفاظ على كميه الدم والبريشر تبع الدم يكون ثابت اللي هو الداخل وين على اللي هو ايش الجلوميرولس اوكي. وبالتالي انت اذا زاد عندك البريشر اكيد مش راح يروح اليورين يصير حجمه 46.5 لتر بير يوم اللي هو بير داي عفوا بير يوم بير داي تقريبا 30 فولدز انكريز ان يورين, انت لتر ونص حرفيا قاعد بصير 30 ضعف حجمه. من اللي قاعد بتحكي لنا بهاي الشغله؟ الاوتو ريجوليشن. الاوتو ريجوليشن مالها؟ اتس مايوجينيك. شو معنى كلمه مايوجينيك؟ مايو اي من العضلات, اي انها بتتحكم في العضلات تبعت الافيرنت ارتريول اوكي, الترينج ذا كاليبر اي انها تتحكم في الكاليبر والنصف القطر واللي هو الدايميتر تبع ايش؟ تبع اللي هو الافيرنت ارتريول, اذا عن طريق ايش؟ عن طريق عمليه الاسترتش. فكل بساطه the smooth muscle cells in the afferent arteriole wall sense the amount of stretch
by the change in the mean arterial pressure. بحكي لك كل ما هذا المين arterial pressure وضغط الدم عندنا في الجسم بيروح مين بحسه؟ بحسه لسموث muscle cells بالأفنت أرتريول. هاي السموث muscle cells بالأفنت أرتريول إذا حست إنه والله زاد عندنا اللي pressure في داخل جسم الإنسان راح يزيد صار إيش راح فنك اللي هي stretch صح كل بساطة زاد اللي هو اللي pressure تبع ضغط الدم راح يزيد ضغط الدم على جوانب الأفنت أرتريول راح يصير فينا stretch وتمدد لهذه السموث muscles صح منطقيا. An increase in the arterial blood pressure will lead to an increased blood flow by the afferent arteriole to the glomerulus. صح؟ إما يؤدي إلى إيش stretching the arterial walls. باختصار هاي الجملة إذا زاد the arterial pressure هذا يؤدي إلى زيادة the stretching والتمدد في the arterial wall. صح؟ ممتاز. The mechanism of stretch induced contraction involves the opening of stretch activated calcium channels in the smooth muscle cell membranes. أنا حكيت لكم معلومة. لما يصير انت عندك ستريتش في هاي الافرنت ارتريولز هاي الافرنت ارتريولز راح تروح تنقبض وتسوي فازو كونستريكشن. طيب كيف بتسوي فازو كونستريكشن؟ بحكي لك اول ما يصير انت في عندك ستريتش داخل هذه اللي هي الارتريولز راح تفتح تشنلز. ما هي هذه التشنلز؟ راح تفتح عندك الاكتيفيتد كالسيوم تشنلز. واحنا بنعرف الكالسيوم هو عباره عن ايون مسؤول عن ماذا؟ عن انقباض العضلات بمختلفها سواء سكيلتال كارديك او حتى سموث مسل في هاي الحاله. وبالتالي هون عنا الستريتش ادى الى اللي هي opening of activated calcium channel وخروج الكالسيوم الى السموث muscles اما ادى الى انقباض السموث muscles الموجودة في الافرنت ارتريول. وانقباض هذه السموث muscles في الافرنت ارتريول شو يسوي عنا؟ vasoconstriction. stretch activates اللي هي calcium or CF plus 2 channels and leads to spontaneous immediate vasoconstriction in the afferent arteriole. نختصر الحكاية كلياتها. اذا زاد البلد بريشر يؤدي الى ستريتش هون زاد الستريتش ادى ذلك الى ماذا؟ فتح التشنلز الموجوده هون للايش للكالسيوم. اول ما تفتح التشنلز للكالسيوم الكالسيوم راح يروح على مين؟ على سموث مسل سيلز الموجوده في الافرنت ارتريول راح يؤدي الى سبونتينيوس واميديت. سبونتينيوس واميديت يعني حرفيا مفاجئ ومباشر. المقصود اول ما يصير عندك الستريتش تفتح على طول عندك الكالسيوم تشنلز وعلى طول بعديها بصير عندك ايش؟ الفازو كونستريكشن كله ورا بعضه تمام. وهذا الفازو كونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول سيقلل من ضغط الدم وسيقلل من كميه الدم التي ستدخل الى داخل الجلوميرولس ما يؤدي الى نقصان ايش الجي اف ار. حلوين ممتاز. if the GFR rises by increased arterial pressure the afferent arterioles constrict this lowers the GFR. بحكي لك اذا الجي اف ار زاد by increased arterial pressure الافرنت arterioles constrict زي ما حكينا زاد arterial pressure هذا يؤدي الى تكوين stretch داخل smooth muscles يؤدي الى فتح اللي هو calcium channels دي تؤدي الى انقباض و vasoconstriction in these smooth muscles ما يؤدي الى vasoconstriction of the afferent arteriole. فبالتالي ال afferent arteriole will constrict ما يؤدي الى ماذا؟ lowering the GFR. while when the GFR decreases the afferent arteriole dilates this increases the GFR. يعني المقصود امتى لما يقل عندك ال blood pressure الكالسيوم تشنلز كلها راح تصير تسكر اكثر واكثر. يعني فوق ما هي يعني اصلا مسكره الكالسيوم تشنلز الاوريدي مفتوحه ولو كان قليل جدا فيها في عددها راح تسكر بزياده اما يؤدي الى فازو دايليشن ان ذا افرنت ارتريول عشان نزيد كميه الدم الداخل الجلوميرولس بتصير زياده الجي اف ار وايش الحفاظ عليه بكميته الطبيعيه ويكون ايش ماله بالقيمه الطبيعيه تبعته. حلوين. طيب فازو كونستريكشن ديكريزز بلد فلو تو ذا جلوميرولس عشان يقلل الجي اف ار ويحافظ عليه بقيمته الطبيعيه. طيب في حاله قل البلد بريشر بحكي لك سنه فازو دايليشن عشان يزيد البلد فلو تو ذا جلوميرولس ويزيد البلد الجي اف ار عشان يحافظ الجي اف ار على الكونستنت ريت تبعه. هاي هي الاوتو ريجوليشن ولا فيها شيء حرفيا. اذا زاد اللي هو البلد بريشر يؤدي ذلك الى فازو كونستريكشن بالافرنت ارتريول واذا قل البلد بريشر يؤدي الى فازو دايليشن بالافرنت ارتريول. طيب شو سبب الفازو كونستريكشن هذا؟ انه والله انت عندك الاكتيفيتد كالسيوم شانلز تفتح ما يؤدي الى فازو كونستريكشن ان ذا سموث ماسلز بالافرنت ارتريول. هذا هو بس يعني شغله جدا سهله. الاشي اللي هو الثاني اللي حكينا عنه اللي هو تيوبولو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم. ما هذه الميكانيزم؟ happens primarily through the juxta glomerular apparatus and the macula densa cells. تذكروا المكولا دنسا سيلز؟ حكينا عن juxta glomerular apparatus قبل اتوقع ساعة انه juxta glomerular apparatus هي مكونة من ثلاثة شغلات من اهل هي اهم مكون فيها هي المكولا دنسا سيلز صح؟ والمكون الثاني كان smooth muscle cells تبعت اللي هي الافرنت ارتريولز والمكون الثالث اللي هي granular cells
صح تذكروهن؟ هسه المكولة دنسسلز هي الخلايا المسؤولة عن هاي الميكانيزم أو هي التيوبيلو غلوميرولار فيدباك ميكانيزم، حيث أن هاي المكولة دنسسلز will sense the changes in flow in the nephrons, the tubular components. طيب هي بتحس إيش بالضبط بالإشي اللي قاعد بمر بالتيوبيلر كومبوننت؟ أنت عندك هذا اللي هو هاي اللي هو لوب فينلي، هاي ديسو كونفيرت تيوبيول صح؟ هاي ديسو كونفيرت تيوبيول مكون عندنا هون اللي هو الجسر الجمهوري الأبرت الصح؟ عندك الخلايا من اللي هو الديستر كونفيرت تيوبيول اللي هي المكولة دنسة سيلز، هاي السيلز راح تحس عنا بالضبط بالضبط. It will monitor the NAC concentration in the fluid moving in the distal convoluted tubule. بحكي لك السائل الذي يمر داخل هذا التوبيول لما يجي يمر جنب المكولة سيلز، هاي المكولة سيلز will actually ايش monitor، وراح تراقب وراح تقيس وتشوف قديش تركيز ال NAC عندي انا ايش في هذا الفلويد المار عندي وين بالديستال convoluted tubule، بحيث an increase in NaCl indicates high filtration rate. منطقيا حكيت لكم معلومه من قبل، اذا كان NaCl عندي كثير هذا يعني انه الفلتريشن اللي قاعد بس عندي هون ماله جدا عالي صح، وبالتالي high NaCl طبعا هو المكولة سيلز لما والله تقيس لي NaCl اذا شاف NaCl عالي هذا معناته انه الفلتريشن ريت هون ماله عالي، which is not physiologically acceptable، وهذا اشي غير اكيد ما نرضى احنا لجسمنا. So the blood flow to the glomerulus will be reduced as the macula densa cells send signals. احنا لما يكون اللي هو الصوديوم والان اس ال عندنا عالي هون مع الفلتريشن عالي، فبروح المكولة دنسا سيلز راح ترسل سيجنالز للافيرنت ارتريول، اللي افيرنت ارتريول الله يرضى عليك سوي فازو كونستريكشن وانقبض وقلل كميه السوائل اللي قاعد تفوت على الجلوميرولس وقلل لي الجي اف ار. طب ليش احنا نقلل الجلوميرولر فلتريشن ريت؟ عشان نقلل الفلتريشن، ولما نقلل الفلتريشن بنقلل كميه اللي هو الان اس ال موجوده هون وبنرجع لتركيز الان اس ال الطبيعي صح. فبكل بساطه نعيد، اذا زادت الان اس ال تركيزها هذا يعني انه والله بين قوسين احنا عندنا هاي فلتريشن ريت، فبتروح المكوله دنسا سيلز سنت سيجنالز ترسل اشارات عن طريق اللي هي طبعا هرمون هي تفرزه باراكرين، تذكروا الفازو بريسر حكينا عنه، تو ذا افيرنت ارتريول تو فازو كونستريكت، بتفرز سيجنالز لمين للافيرنت ارتريول انه انقبض. لما ينقبض اللي هو الافيرنت ارتريول هذا افيرنت افال لما ينقبض الافيرنت ارتريول كميه السوائل اللي قاعد تيجي للجلوميرولس بتقل، اما يؤدي الى ريدوسينج ذا جي اف ار اند ذا يورين فورميشن اند فايس فيرسا. لما يصير عندك constriction هون راح يصير انت في عندك اللي هي نقصان في الجي اف ار ونقصان في الفلتريشن واعاده كل شيء لحالته الطبيعيه تمام. شو معنى كلمه فايس فيرسا وعكس احكاس؟ يعني المقصود اذا عن الان اي سي ال كان قليل راح نحكي احسن ان شاء الله لقدام بالسمبثتك شو قاعد راح تسوي هي بشكل اساسي، ولكن اذا كان اللي هو كمان اذا كان فعلا اللي هو الان اي سي ال قليل راح تبطل تفرز هذا الفازو بريسر وراح يصير في عندك فازو دايليشن من افرنت ارتريول تري زياده الجي اف ار وزياده ايش الصوديوم قاعد برا عشان يرجع تركيز الصوديوم هون عشان تحسه يكون ماله طبيعي. حلوين ممتاز. طبعا ايش ممكن يجي سؤال هون على هاي اللي هي على هاي التيوبيلو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم؟ بكل بساطه وات از ذا سيل ذات از ريسبونسبل فور التيوبيلو جلوميرولر فيدباك ميكانيزم؟ ماكولا دنسا سيلز تمام. ايش بتحس هي بالضبط؟ ان انكريز ان اي سي ال كونسنتريشن. طب شو بتسوي؟ بتسوي افيرنت ارتريول كونستريكشن عشان تقلل اللي هو الجي اف ار واللي انفورميشن بس. حلوين. والشيء الثالث اللي هو قبل الاخير اللي هو السمباثيتك نيرف سيستم من الاشياء اللي تحافظ على الجي اف ار يكون كونستنت. The kidneys are richly innervated by the sympathetic division of the autonomic nervous system. هي مش الكيدنيز بشكل اساسي وانما البلد فيزلز اللي حوالي الكدني اللي هي زي الافرنت ارتريول افرنت ارتريول الى اخره اوكي. هذول الفيزلز they are richly innervated by the sympathetic nervous system. زي بحكي لك we don't have parasympathetic. احنا بنعرف اصلا من اللي من الاصل من قبل من النيرفس سيستم انه ماله احنا ما اصلا عندنا parasympathetic innervation صح. انا يعني ايش معناه؟ انا فقط sympathetic stimulated when blood pressure drops to reduce GFR and conserve fluid volume in stressful situations like cases of excessive bleeding. بحكي لك اذا انت صار في عندك excessive bleeding وفقط كميه كبيره من الدماء منطقيا جسمك بده يحافظ على اكبر كميه سوائل داخل جسمه. انا فقط كميه كثير من المي بدي احافظ على المي اللي عندي اخليها عندي صح. فبكل بساطه انت منطقيا اذا انت بدك تحافظ على كميه المي اللي عندك هل بدك المي يطلع باليورين ولا ما بدك يطلع باليورين؟ اكيد ما بدك اكيد اكيد ما بدك يطلع باليورين، بدك يضل داخل جسمك صح. وبالتالي هون انت عندك ستيموليتد وين البلد بريشر دروبس، انت لما تفقد كميه مي كبيره او هي مثلا انت مثلا بليدنج صار عندك اللي هي نزيف فقط مي كبيره او سائل اللي هي دم كبير البلد بريشر عندك راح يقل.
مما يؤدي الى نقصان الجي اف ار صح. واحنا هنا بنسوي كونزرفنج فلويد فوليوم، نحافظ فلويد فوليوم ان ذيس ستريسفول سيتويشنز. زي ايش هاي ستريسفول سيتويشنز؟ مش عارف اسولف. زي ايش؟ زي كيسز اوف اكسسيف بليدنج. اوكي، ترى السمباثيك نيرفس سيستم راح يتفعل لما البلد بريشر عندنا يقل. عشان ايش؟ يروح يسوي فازو كونستريكشن في الفيزلز عشان يرجع بلد بريشر عالي. هاي نعرف المعلومه اللي هي النيرفس سيستم. ولكن نقطه وين السمباثيك نيرفس سيستم كمان في له وظيفه اخرى على الكدني، انه بيجي بيحكي لك ماكولا دنسسز ان ذا جكستاجلوميرال اباراتس سينس لو ووتر اند ان اي بلس ليفل. هي بشكل اساسي الان اي بلس ليفل مش الووتر. اوكي، هي انه والله شافت الماكولا دنسسز انه والله انا عندي ان اي بلس ليفل قليل كثير. لما تشوف هاي اللي هو ماكولا دنسسز، لما تشوف انه الان اي بلس ليفل عندي قال، it will lead to secretion of renin hormone from granular cells. نرجع بالله شوي لتحت، ها نرجع لهون. بعرف شي الصورة أصلاً الموجودة صراحة هي هون. إحنا بنعرف بأنه هاي المكولة دنسل سيلز وفوقيها بالضبط إيش هاي الجرانيولار سيلز صح؟ إذا حست هاي اللي هو المكولة دنسل سيلز، إذا حست إنه أنا عندي الان اي سي ال قل، على طول راح ترسل سيجنال زمين لهاي الجرانيولار سيلز إنه افرزي لي الرنين اللي جواتك. طيب اذا المكولا دنسز حست بان اي بلس عالي كثير، هتفرز سيجنال لمين؟ هتفرز سيجنال للافرمد ارتريول اللي هون انه يسوي فازو كونستريكشن. تلاحظ ان المكولا دنسز صار فيها وظيفتين، اذا زاد الان اي سي ال تفرز سيجنال للافرمد ارتريول تخليه يسوي لي كونستريكشن، واذا قل الان اي سي ال راح تفرز سيجنال للجرانيولار سيلز تؤدي الى افراز الرنين منها. حلوين؟ تمام. بيجي بقول لك the renin hormone will reabsorb Na plus water into the blood from the urine also to decrease urination in bleeding or low blood pressure situations. احنا الرنين هون شو فايدته؟ الرنين بكل بساطه راح يروح يزيد الري ابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر انتو ذا بلاد. من مين؟ من التوبيولز. ما يؤدي الى نقصان كميه الماء الخارجي في اليورين وزياده كميه الماء الموجوده عندنا في الجسم. طيب ليش احنا نزيد كميه الماء عندنا في الجسم؟ لانه احنا صار في عندنا بليدنج او لو بلاد بريشر عندنا في الجسم، مما ادى الى ماذا؟ ادى الى افراز اللي هي مما ادى الى تحفيز اللي هو المكولا دنسل سيلز التي ايش؟ التي راحت وشافت انه والله عندي لو ان اي بلس، والتي حفزت عن طريقها اللي جرانيولار سيلز تفرز الرنين، والرنين في النهايه ادى الى ماذا؟ الى زياده الري ابزوربشن واعاده الامتصاص للصوديوم والمي. طبعا هو عندك اللي هو في النهايه هاي هذا الرنين راح يسوي ري ابزوربشن للصوديوم والمي راح تلحقه الحوق، عشان بنعرف الماء بيلحق الصوديوم صح؟ حلوين. Sympathetic innervation to afferent arterioles will cause vasoconstriction. ينطل انت في عندك شغلات كثير قاعد بتصير في عندنا. اول اشي انه والله السمباثيك انت في عندك اللي هي الماكولا دنسا سيلز قاعده بتحس انه والله انا عندي لو ان اي بلس تؤدي لافراز الرنين. ثاني اشي السمباثيك انرفيشن راح يروح على الافرنت ارتريول ويؤدي لفازو كونستريكشن ونقصان كميه الدم الذاهبه الى اللي هو الجلوميرولس، اما يؤدي نقصان الجي اف ار. نقصان الجي اف ار يعني نقصان المي في اليورين. نقصان المي في اليورين يعني المحافظه على المي داخل جسم الانسان صح؟ وبالتالي فازو كونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول مما يؤدي الى نقصان الجي اف ار والمحافظه على الماء داخل جسم الانسان، تمام؟ وسترونج اكتيفيشن، اذا صار عندك سترونج اكتيفيشن اوف ذا سمباثيك نيرفس سيستم، هذا يؤدي الى نقصان الجي اف ار بشكل كبير ونقصان البلد فلو للكدنيز، اوكي؟ واذا كان عندك مودريت اكتيفيشن للسمباثيك نيرفس سيستم، يعني سويت فازو كونستريكشن انت للافرنت ارتريول لكن فازو كونستريكشن مش قوي يعني، فازو كونستريكشن عادي، this will actually has a little effect on ايش؟ on the glomerular filtration rate والبلد فلو. حلوين؟ تمام. طيب نشوف هون بلاطه السمباثيك نيرفز it will activation of by baroreceptors reflex by higher brain centers. هاي معلومات بنعرفها من زمان 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 زمان، مالهاش داعي يعني اللي هي احنا حكينا، تذكروا انه والله تتذكر كيف الباروريسبتورز موجوده في الكاروتيد ساينس وفي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الاورتيك ارتش، حكينا عنهم انه والله هذول بيحسوا البلد بريشر وراح يروح يودوا للدماغ انه والله يا دماغ انا عندي البلد بريشر عندي قل، فبروح للدماغ بفعل السمباثيك عندي في الجسم، تمام؟ وبالتالي الستيمولس انه والله باروريسبتورز بتحس عند البلد بريشر قل، بعدها بتروح على هاير برين سنترز هناك بتشغل ايش؟ السمباثيك. السمباثيك يؤدي الى كونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول ويؤدي الى ايش؟ نقصان الجي اف ار صح؟ حلوين. طيب ليش احنا بنقلل الجي اف ار مره مليون؟ بنقلل الجي اف ار عشان نقلل كميه المي طالعه في اليورين ونقلل الفلتريشن، وايش نزيد كميه المي الموجوده وين؟ داخل جسم الانسان ونحافظ عليه. طيب الاوتو ريجوليشن قلنا بيشتغل على الجهتين.
بحيث اذا قلل البلد بريشر عندنا في الاوتو ريجوليشن هذا يؤدي الى دايليشن. هيو يؤدي الى دايليشن وايش زياده اللي هي طبعا عشان نحافظ على جي اف ار بين طبيعي. اذا واحد قال لك الاوتو ريجوليشن بيزيد ولا بينقص الجي اف ار، الاوتو ريجوليشن ما بيأثر على جي اف ار. اوتو ريجوليشن وظيفته مينتيننج جي اف ار، يحافظ على جي اف ار بقيمته زي ما هي، تمام؟ لا انه يزيده ولا انه يقلله. حلوين؟ وبالتالي لاحظ شو كاتب لك، نو تشينج اون جي اف ار، قاعد بسوي دايليشن افرد ارتريول عشان احافظ على جي اف ار بحيث انه يكون ذير از نو تشينج اوف ات، تمام؟ اوتو ريجوليشن كمان اذا زاد البلد بريشر راح يسوي كونستريكشن الافرد ارتريول ويؤدي في النهايه الى ماذا؟ الى نو تشينج ان جي اف ار، عشان احافظ على جي اف ار بكميته الطبيعيه وقيمته الطبيعيه، تمام؟ تمام. اخر شيء راح نحكي عنه اليوم الا هو الهرمونز والاوتوكويدز. الهرمونز والاوتوكويدز مختلفين، الهرمونز بشكل عام. الهرمونز فينا بعض الهرمونات داخل جسم الانسان تشتغل كفازو كونستريكترز، وهاي الفازو كونستريكترز يعني من امثله فازو كونستريكترز تسوي فازو كونستريكشن لمين؟ الافرنت ارتريول، وبالتالي راح تقلل الجي اف ار. في عندك انت نور ابينفرين او نور ادرينالين، الابينفرين او الادرينالين، الاندوثيلين. طبعا الاندوثيلين يا اخوان هو عباره عن هرمون يفرز من اندوثيليال سيلز، وهو من اكثر الفازو كونستريكترز الموجوده عندنا داخل جسم الانسان. ايش بطلب منكم؟ ولكن انت تعرفوا انت ثلاث شغلات، انه النور ابينفرين والابينفرين والاندوثيلين هذول ذي ار ثري هرمونز ذات ار ريليست، والاندوثيلين بدل هو بروتين اكثر من هرمون. المهم ذي ار اول فازو كونستريكترز، وبالتالي تؤدي الى كونستريكشن اوف رينال بلد فيزلز اند ديكريزنج جي اف ار، ستؤدي الى فازو كونستريكشن للرينال بلد فيزلز، وتؤدي الى فازو كونستريكشن اوف ذا افرنت ارتريول. واذا سوينا فازو كونستريكشن افرنت ارتريول سوينا ديكريزنج الجي اف ار. كيف؟ انه احنا نقصنا كميه الدم اللي قاعده بتفوت على اللي هي الكليه، فهنا نقصنا الجي اف ار، صح؟ بيحكي لك انجيوتنسين 2 سكريتد ديورينج اكتيفيشن اوف ذا رينين اند الستيرون انجيوتنسين سيستم ويل كونستريكت the efferent arterioles and this will lead to increased GFR and an A+ H2O reabsorption. واحد بيجي بتطلع angiotensin 2 احنا بنعرف اللي هو عباره عن انزيم، اوكي عباره عن اللي هو الهرمون قاعد بينفرز في النهايه رنين angiotensin 1 angiotensin 2 عفوا angiotensin 1 في النهايه بينفرز عن angiotensin 2، صح؟ الangiotensin 2 شو وظيفته؟ بقول لك هو عباره عن بشكل اساسي بيسوي شغلتين، بيروح بزيد ال Na+ وال H2O reabsorption، هي واحد. ثانيا بيروح على الافرنت ارتريولز، على الافرنت يا اخوان هاي الطالع من هون، بسويها فازو كونستريكشن. طيب سؤال، اذا سويت فازو كونستريكشن من الافرنت ارتريول شو راح يصير بالجي اف ار؟ راح يزيد. طيب كيف؟ انا بقول لك انت عندك الافرنت ارتريول ما تاثرش. طب واحد بيجي بيحكي لي ليش الانجيوتنسين 2 اشتغل على الافرنت وما اشتغل على الافرنت؟ يا اخوان الافرنت ارتريول فيه مواد زي البراديكاينين زي البروستاجلاندينز، وهي عباره عن مواد تعارض عمل الانجيوتنسين 2. هذول هي البراديكاينين والانجيوتنسين 2، عفوا هي البراديكاينين والبروستاجلاندينز عباره عن مواد تعمل فازو دايليشن اوف ذا افرنت ارتريول. بيجي الانجيوتنسين 2 بيشتغل عليها بيسوي فازو كونستريكشن، ولا هم لاقي فازو دايليترز. يعني انت عندك فازو دايليشن، انت عندك فازو دايليشن وعندك فازو كونستريكشن، عارضن بعض صف الافرنت ارتريول زي ما هو، ولكن بالافرنت ارتريول ما في عندنا هاي الشغلات، اوكي؟ فبروح انت عندك اللي هو الانجيوتنسين 2 على الافرنت ارتريول يؤدي الى فازو كونستريكشن ذيس افرنت ارتريول، تمام؟ لما يسوي فازو كونستريكشن هون الدم اللي قاعد بيطلع من الجلوميرولس لبرا قاعد بقل. ترى الدم وين قاعد بتجمع؟ قاعد بتجمع بالجلوميرولس، وبعدين قاعد بتجمع بالجلوميرولس اكثر واكثر واكثر. واحنا بنعرف اذا زاد حجم الدم وزاد ضغط الدم داخل الجلوميرولس، يعني ايش زاد عندنا؟ زاد عندنا الجلوميرولس هيدروستاتيك بريشر، وزاد عندنا الجلوميرولس هيدروستاتيك بريشر يعني زاد عندنا ايش؟ الفلتريشن. وبالتالي احنا لما سوينا فازو كونستريكشن ذا افرنت ارتريولز هذا سيؤدي الى تجمع الدم داخل الجلوميرولاي، وبالتالي سيؤدي الى زياده الجي اف ار، وفي النهايه كمان سيؤدي الى كمان ايش؟ زياده الان اي بلس اند اتش 2 او ري ابسوربشن. اوكي، بحكي لك اندوثيليال ديرايف نيتريك اوكسايد از ا فازو دايليتر ذات ديكريزز ريزيستنس اند انكريزز جي اف ار. بكل بساطه انت في عندك النيتريك اوكسايد، اخوان النيتريك اوكسايد دائما احفظوها، النيتريك اوكسايد اور ان او هي عباره عن ماده تعمل على ماذا؟ تعمل على فازو دايليشن اوف ذا فيزلز. اذا عندك انت هذا الاندوثيليال ديرايف نيتريك اوكسيد انفرز بالافرنت ارتريول هذا يؤدي الى ايش؟ الى فازو دايليشن بالافرنت ارتريول، اما يؤدي الى ماذا؟ زياده كميه الدم واصل للجلوميرولس، لزياده الجي اف ار، صح؟ حلوين. البروستاجلاندينز والبراديكاينينز also cause vasodilation، وهذا قلت لكم عنهم قبل شويه ان هذول المادتين موجودات بكثره وين؟
في الافيرنت ارتريول، وهن اللي بيمنعن انه الانجيوتنسين 2 يسوي فازو كونستريكشن وين بالافيرنت ارتريول. يعني انت عندك انجيوتنسين 2 قاعد بيسوي فازو كونستريكشن بالافيرنت ارتريول، وهذول الجوز قاعد بيسوون فازو دايليشن، هذا وهذا عارضين بعض ظل زي ما هم حلوين. وبالتالي ايش في عندنا المواد قاعده بتزيد اللي هي الجي اف ار؟ في عندك انجيوتنسين 2 بزيد الجي اف ار، النيتريك اوكسيد بزيد الجي اف ار، البروستاجلاندينز والبراديكاينينز بزيدوا الجي اف ار، تمام؟ المواد اللي تقلل من الجي اف ار نور ابينفرين، الابينفرين والاندوثيلين، حلوين؟ تمام. بحكي لك الانجيوتنسين 2 كونستريكتس افيرنت ارتريولز، اند وين وي كونستريكت ذا افيرنت ارتريول the blood will stay in the glomerulus leading to more pressure inside it and more GFR. زي ما حكينا angiotensin 2 سيؤدي الى انقباض وكونستركشن في الافيرنت ارتريول، ما يؤدي الى تراكم الدم والبلد داخل الجلوميرولس وزياده الجلوميرولر هيدروستاتيك بريشر، وفي النهايه الى زياده البريشر داخله وزياده النهايه ايش الفلتريشن ريت والجي اف ار. وهيك بنكون خلصنا المحاضره، وفي اي حدا عنده اي سؤال عن المحاضره انا جاهز ان شاء الله، ويعطيكم الف الف عافيه.